السلام عليكم، اهلا بحضراتكم في الو مكملين صوت الناس. اهلا بكل الناس. البعض بيشوف ان اللي بيحصل في لبنان دلوقتي ملوش علاقه بالعرب، واحنا مالنا؟ الحرب دي حرب بالوكاله ما بين ايران واسرائيل، او ما بين ايران وامريكا، وكل واحد بيستخدم ادواته، سواء ايران بتستخدم حزب الله او امريكا بتستخدم اسرائيل. البعض بيقول كده. البعض التاني بيقول ولنفرض انك بتتكلم صح، ايران بتنفذ ايه وبتسعى لايه؟ ايران او حزب الله في لبنان بيقدم دم ولاده لاي غايه؟ ايه الهدف؟ الهدف ان هيوسع حدود لبنان شويه، ولا هتوسع حدود ايران شويه، ولا هتكون قد كلمتك وتقف مساند للمظلومين والمقتولين والمقصوفين من سنه أو من 57 سنة أو من حوالي 77 سنة في فلسطين؟ الناس بتتجاذب أطراف الحديث، بس كلهم في الآخر بيجمعوا على إن في حالة من الوهن والخذلان والضعف العربي. الناس بتتكلم وبتسأل، أنتوا بتقولوا أمريكا وبتقولوا إيران، مع إن اللي بيتقتلوا عرب، اللي بيتقتلوا في غزة عرب، واللي بيتقتلوا في الضفة والقدس عرب، واللي بيتقتلوا في لبنان، في بيروت، في صيدا، في سور، في بعلبك، في جنوب لبنان، كلهم عرب. فين العرب؟ فين أمجاد يا عرب أمجاد؟ إيه اللي حول حالة العروبة وحالة الإخاء وحالة الترابط الكامل لحالة وأنا مالي؟ كويس، زين، سووا فيهم، مش علينا من حزب الله ولبنان. ايه اللي غير المواقف؟ ايه اللي خلى مصر دلوقتي مرضي عليها؟ مع ان مصر ايام عبد الناصر كانت قايمه بالدور اللي بتقوم بيه ايران دلوقتي. وهتتفاجئ لما تسمع ان الحصار الاقتصادي اللي عاملينه على ايران كان معمول على مصر ايام عبد الناصر. ليه؟ لان وقتها مصر كانت واقفه جنب فلسطين بجد. كانت بتدافع عن الحق الفلسطيني في الوجود وفي الأرض وفي الهوية بجد. فأي حد هياخد الدور ده هيتعمل عليه حصار، وهيتسوق سمعته، وهيتصور كشيطان زي ما كان بيتقال عن عبد الناصر في الخمسينات وفي الستينات. دلوقتي بيتقال على إيران. بقت الفكرة، أو هي الفكرة، مش بقت، انت موقفك ايه من فلسطين وموقفك ايه من اسرائيل، وبناء عليه هينظر لك الاخر اللي في ايده القوة وفي ايده الميديا وفي ايده الامر والنهي، الا وهو الامريكي ومن والاه. دي اراء على السوشيال ميديا، خش وهتشوفها، وانت اختار الرأي اللي يمشي على هواك. ايه اللي خلى مصر دلوقتي حلوة وجميلة، والسيسي بيدوله المليار و300 مليون دولار المعونة الأمريكية؟ عمل إيه؟ بطل يقتل شعبه؟ بطل يبقى سفيه؟ لا، هو حمى حدود إسرائيل، هو ليه مواقف إيجابية في دعم إسرائيل. إذن إذا كنت كويس مع إسرائيل هيبقى مرضي عليك أمريكيا، إذا كان حزب الله بكرة كويس مع إسرائيل هيبقى مرضي عليه أمريكيا، إذا كانت حماس بكرة كويسة مع إسرائيل هيبقى مرضي عليها أمريكيا. وممكن تلاقي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد كده حد من حماس، زي ما رئيسها دلوقتي محمود عباس من حركة فتح، حركة التحرر الوطني. يبقى فكرة الخيانة والتخوين دي بيستخدموها لما كل واحد عايز ينفذ أجندة مش بتاعتك، لأن زي ما كانت أرض فلسطين من 100 سنة هي دلوقتي، وزي ما كانت قضية فلسطين من 80 سنة هي هي دلوقتي. اللي بيتغير الموقف، المواقف والدول. في ناس لسه على نفس الموقف زي الكويت مثلا، شوف موقفهم، دولة وحكومة وشعب. أكيد مش كل الشعب، إلا لما هتلاقي كم واحد بيغرد خارج السلم، ولكن نفس الموقف الكويتي من 70-80 سنة هو الموقف الكويتي دلوقتي. الموقف العراقي حتى لو اختلفت العراق والكويت، ولكن موقفهم واحد. والموقف اليمني والموقف الجزائري، ولكن في مواقف صوتية
وفي مواقف فعلية، في ناس بتقدم الكلمة وفي ناس بتقدم الدم، وأكيد لا يستويان، وأنا مش بقلل أبدا من الكلمة وتأثيرها، بس أكيد بأعلي قيمة اللي بيقدم دم علشان الفكرة والهوية والأرض والعرض والشرف والكرامة. 1 أكتوبر أو الأول من أكتوبر 2024 يوم حزين على الكرامة العربية، ولكن المتمسك بالحق في الأرض المساند لكل من يدعم هذا الحق هيحس إن هو لا، أنا في حتة تانية، أنا مش مع النعاج على سبيل المثال زي ما بيسموهم على السوشيال ميديا. أمريكا لسه بتمارس نفس اللعبة، علشان كده بتقول إن إذا انتهكت إسرائيل سيادة الدولة اللبنانية العضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية والمعترف بها من الكوكب كله، لو إسرائيل انتهكت السيادة دي ودخلت إلى الداخل اللبناني علشان تعمل عمليات عسكرية بالمخالفة للقوانين والشرائع الدولية، فأمريكا شايفة إن ده دفاع عن النفس، عادي بيحصل. بس لما حد في غزة يدافع عن أرضه يبقى إرهابي، بس لما حد يدافع عن نفسه وقدسه في القدس الشريف يبقى إرهابي، بس لما حد يقول الضفة أرض فلسطينية بموجب الاتفاقيات الدولية وبموجب القرارات الدولية ده هنا الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها برضه يبقى إرهابي في المنطق الإسرائيلي، وأمريكا تقول وراه أمين. إذن القواعد والقوانين بتطبق على بعض الضعاف زي ما قال معمر القذافي قبل كده، والقواعد والقوانين لا تطبق على الأقوياء. بس عموما عايز أوري حضرتك فيديو منتشر دلوقتي في الأوساط الإسرائيلية، حب نعرض الفيديو ده للأوساط اللي جاي من الأوساط الإسرائيلية أو منتشر فيها للطيبين وللأشرار، للي عايزين السلام الصرف اللي بدون حدود واللي شايفين ان المقاومة هي الحل بدون حدود. كيف ينظر اليك الاسرائيلي عزيز المواطن العربي اللي قاعد النهاردة بتقول وانا مالي بلبنان وانا مالي بفلسطين؟ خالد الصافي على تويتر جاب لنا فيديو منتشر في الاوساط الاسرائيلية وهم بيستعرضوا في الفيديو ده حدود الدولة المرتقبة لإسرائيل زي ما بيقولوا الدولة الكبرى. خالد قال لنا كلمتين خلونا نقراهم قبل ما نشوف الفيديو بس عشان نبقى عارفين هنشوف ايه. خالد بيقول يتداول الصهاينة هذا الفيديو على منصتهم وبيكتبوا تحته اقترب الوقت للتنقل في أراضينا الموعودة بالسيارة كيفما نشاء. وخالد بيقول لك ركز لي على كلمة أراضينا لأن هذا هو حلمهم الذي يسعون لتحقيقه. هذا الفيديو في تعدي على أراضي 8 دول عربية، وكلانا يعرف أن جيوشنا العربية وحكامنا لن يقبلوا بهذا أبدا، وسيوقف المحتل الإسرائيلي عند حده لو فكر مجرد تفكير في الإقدام على هذه الخطوة، أليس كذلك؟ والله يا خالد خلينا نوري للناس الفيديو وبعدين نسمع منهم أليس كذلك؟ 11,038 كيلو هي مساحة الأراضي اللي شايفين إنها دي دولتهم المستقبلية الكبرى اللي هيقدروا يطلعوا يتمشوا فيها بالعربية، بتبدأ من مصر زي ما انت شايف كده مع فلسطين كل فلسطين، وبتدخل على السعودية وتاخد المدينة المنورة بس بتعدي من فوق الرياض وتوصل للدمام، وتاخد الكويت وتاخد نص العراق وتلات أرباع سوريا وجزء من تركيا مع لبنان والأردن. وقف لي بقى الصورة دي أو ده الفيديو اللي بيتم تداوله ما بين القطاعات الإسرائيلية على إن دي دولة إسرائيل الكبرى اللي هيتمشوا فيها بعربيتهم قريبة. طيب ممكن يكون الفيديو ده مش حقيقي وخالد الصافي مثلا جايبه بيضحك علينا ولا حاجة، ده لو ما كانش الخريطة دي نفسها موجودة على أكتاف بعض الجنود اللي كانوا بيحاربوا في قطاع غزة. معلش هاتولنا الصورة دي، لا سيب لي الصورة دي شوية. أي مش هي دي الصورة؟ مش ده جندي إسرائيلي ودي الخريطة اهي؟ اهي الخريطة، نفس الخريطة على كتفه اهي. دي الدولة التي يريد عايزها أو التي يسعى إليها
اليمين المتطرف في إسرائيل اللي عايز ياخد مين؟ مصر والأردن ولبنان وكل فلسطين ونص السعودية والكويت والعراق وسوريا وتركيا أجزاء من الأرض. أنا عايز أوريك المشهد زي ما هو قدامك كده. الفيديو اللي بيتم تداوله ما بين القطاعات الإسرائيلية هو نفس الخريطة اللي موجودة على أكتاف الجنود اللي كانوا في قطاع غزة. إذن أنت بتتكلم عن هدف ويسعى لتحقيقه. يسعى لتحقيقه بقى بالقضاء على حماس، بالقضاء على حزب الله. طيب أنا مش هحكي لك موضوع أكلته يوم أكل الثور الأبيض، بس أنا هقول لك لو جه يقصفك بكرة في سينا عشان يطفش أهل سينا اللي أصلا السيسي طلع نصهم يعني، وانت قلت لا انا وجيشي وجاهز ودخلت وضربك زي ما ضربك في 67 وقلت الحقوني، مين هيلحقك؟ انا مش بقلل من الجيش، بس انا بقول لك ما كان الجيش موجود برضه في 67 واتضربت واتهزمت واحتلت ارضك واتاخدت سينا. لو حصل ده دلوقتي وقلت جاي الحقوني، مين هيلحقك؟ ابن سعود ولا ابن زايد؟ مين هيلحقك؟ نفس اللي بيعملوه دلوقتي مع لبنان هو نفس اللي عملوه قبل كده مع المقاومة في غزة، وهو نفس اللي هيحصل معاك بكرة لا قدر الله إذا ما قدر الإسرائيلي إنه يعمل طموحه في المنطقة، طموحه اللي هو بيعبر عنه. إحنا مش بنجيب كلام بنتبلى بيه عليه، وآدي فيديوهاتهم وأحلامهم وآدي عقيدتهم العسكرية، والاثنين شبه بعض، الاثنين كوبي بيست، الاثنين بيقولوا انهم عايزين اراضي عربيه زي ما شفنا قبل كده المفكر اليهودي الامريكي اللي قال لك الاسرائيليين بيحبوا بيتلذذوا باكل العرب والسيطره على اراضيهم. الموضوع لا لبنان والموضوع لا فلسطين، الموضوع لا حزب الله ولا المقاومه، الموضوع مشروع توسعي بيعبر عنه الاسرائيلي او جزء إسرائيلي يمين متطرف، سميه إن شئت يمين متطرف، بس اليمين المتطرف ده عنده وزراء في الحكومة سموتريتش وبنجفير، عنده جنود بتحارب في غزة. فهل هو فكر دولة ولا فكر فصيل ولا فكر جزء؟ سميه أنت ما شئت. عموما امبارح بالليل قعدوا يقولوا خلاص إسرائيل دخلت في العدوان ودخلت في الاجتياح البري، والنهاردة الصبح المتحدث باسم حزب الله، المتحدث الإعلامي باسم حزب الله، قال مفيش التحام والجيش الإسرائيلي ما دخلش باجتياح بري ولا حاجة في مناوشات على الحدود. امبارح نقلت الجزيرة الجيش الإسرائيلي يتحدث عن معارك برية صعبة بلبنان، وحزب الله قال لك إيه؟ قصفنا تجمعات للعدو. طيب دلوقتي الحجة ايه؟ الحجة او السبب الظاهر المعلن عايزين ننفذ قرار 1701. قرار 1701 هو المرتم فيزو. ايه هو قرار 1701 الخاص بوقف القتال في لبنان سنة 2006؟ تعالى بس عشان لما تسمع انهم بيقولوا تنفيذ او تحقيق قرار 1701 على ارض الواقع تبقى عارف هو ايه. صدر القرار في أغسطس 2006 بعد حرب تموز بين لبنان وإسرائيل. مضمون القرار بينص على وقف العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله وسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ونشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل حتى جنوب نهر الليطاني، يعني جنوب نهر الليطاني اللي هو إيه؟ من الليطاني للجنوب للحدود مع إسرائيل يعني. إنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، تنفيذ اتفاق الطائف وتجريد الجماعات المسلحة من السلاح بما فيها طبعا وعلى رأسها حزب الله. المستجدات اللي حصلت بقى من في النهاردة 1 أكتوبر 2024 حصل تصعيد جديد، غارات جوية مكثفة، ضربات بتستهدف الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية. موقف لبنان أعلن نجيب ميقاتي رئيس الوزراء المؤقت وقال أنه على استعداد لتطبيق القرار 1701 ودعا لوقف العدوان الإسرائيلي في دعم دولي ولقاءات دبلوماسية فرنسية بتؤكد على وجود حلول دبلوماسية دون الحرب. إسرائيل رفضت تنفيذ القرار وتجاوزت الشروط واستمرت في العدوان ووسعت عملياتها البرية
وحزب الله بيؤكد استعداده للتصدي للحفاظ على أمن لبنان والمواطنين اللبنانيين واستمراره في دعم غزة. الخلاصة، مصير القرار 1701 مرهون بقدرة المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، ولبنان بيؤكد التزامه واستعداده لتنفيذ القرار، علشان تبقى عارف إيه هو القرار. طيب إيه اللي بيحصل؟ ليه إسرائيل عمالة تقول دخلنا واجتحنا؟ ده اجتياح إعلامي، ده تمهيد إعلامي لإشاعة الذعر، عشان لو في حد في القرى اللي موجودة تحت يمشي يخف عنهم، علشان لو جم يدخلوا ما يبقاش فيه مواجهة وما يبقاش فيه صدام كبير. برضو من باب إن هو لما يقول أنا داخل، ده بيلعب على المعنويات، لأن المقاتلين في حزب الله ليهم أهالي وهكذا يعني. وده ضغط سياسي أو ضغط عسكري علشان يبقى فيه مفاوضات سياسية، لأن فيه مفاوضات دلوقتي بتقودها أو بتتزعمها فرنسا. خبراء عسكريين بيقولوا الحرب، حرب مع إسرائيل هتكون حرب غير تقليدية ومختلفة عن حرب 2006. لا إسرائيل هي إسرائيل، ولا جيشها هو جيشها، ولا مقومات حزب الله هي نفسها. مقومات حزب الله اختلفت هي كمان. على صعيد عربي، وده يمكن التصرف العربي اللي الناس شافته بشكل واضح أو مختلف، العراق فتح مكاتب تطوع للقتال في لبنان، وتوافدت على المكاتب دي أعداد كبيرة جدا للتسجيل كمتطوعين في للقتال مع حزب الله في المعارك اللي حاصلة واللي منتظر إنها تتصاعد. طيب تعال نروح للصورة ونشوف مع بعض آثار القصف المتبادل. النهاردة في قصف من إسرائيل على مدن وبلدات ومناطق في لبنان، كل لبنان. وبالمقابل في قصف من حزب الله وصل إلى تل أبيب وإلى صفد وإلى حيفا. النهاردة في مشاهد كتيرة للقصف والقصف المضاد. تعال نشوف تفجيرات في مدينة ميرون المحتلة امبارح، حصل بعد ما تم استهدافها بالصواريخ من لبنان. النهاردة، ودي من المرات القليلة اللي بتوصل فيها صواريخ حزب الله إلى قلب تل أبيب أو تل أبيب الكبرى، حالة من الخوف والرعب أكيد. صواريخ حزب الله أو صواريخ المقاومة يعني أهميتها مش في قدرتها على التفجير والقتل بس، أهميتها في القدرة على إحداث الخوف والرعب والصدمة. لأن بمجرد ما بتنطلق صواريخ على تجمعات سكانية كبيرة زي تل أبيب، بتلاقي من 1 مليون لـ 2 مليون بيجروا بسرعة علشان ينزلوا إلى الملاجئ. وده أو دي القيمة الأكبر للصواريخ، بجانب طبعا القيمة التدميرية أو قدرتها على التدمير. شوف معايا سقوط صواريخ من لبنان وسط تل أبيب، وأثرت تأثيرات متباينة ومختلفة زي ما هنشوفها مع بعض كده. بالتأكيد هي حرب غير متكافئة، جيش عنده أحدث الأسلحة وأقواها، عنده الاف 35 مثلا، الطيارة الأحدث الأمريكية، وميليشيا أو حزب عنده سلاح مش بنفس الكفاءة ولكنه قادر على إحداث المعادلة، مش راس براس ولكن موجود في الساحة، موجود في المعادلة. النهاردة سمعنا فادي 4، سمعنا أن الصواريخ اللي أطلقت على تل أبيب اسمها فادي 4، قبل كده كان في فادي 3 و2 و1. طيب إيه هي ترسانة حزب الله العسكرية؟ تعال نشوف مع بعض إيه هي الترسانة أو إيه اللي عند حزب الله وأساليبه في القتال. أولاً، حزب الله بيعتمد على الأنفاق للحركة العسكرية، وبعض الأنفاق دي ربما تكون عبر للحدود. بعد كده حزب الله عنده أسلحة وصواريخ، بالتأكيد صواريخ دقيقة زي الصواريخ اللي بيقدر من خلالها يستهدف بدقة المطارات، محطة الكهرباء، أو حتى مفاعلات النووية زي مفاعل ديمون. عنده كمان الصواريخ الموجهة زي صواريخ الكورنيت اللي بيستخدمها من 2015، والصواريخ غير الموجهة زي فجر 1، فلق 1، فلق 2، شاهين 1، تايب 81، خيبر 1، زلزال 1، فاتح 110،
ودي نسخة مطورة من زلزال 2، وسكوت بي سي دي عيار 880 مليمتر، وعنده كمان فادي واحد عيار 512 مليمتر. عنده صواريخ مضادة للدبابات، بس هو كمان عنده صواريخ فادي 2 و3 و4 ب يعني مسافات مختلفة في إحداث الإضرار والوصول. الصواريخ المضادة للطائرات عنده ستريلا 2 وإيجلا 1، ودي محمولة على الكتف، وده أكبر إسرائيل بالفعل على تعديل ارتفاعات الطيارات الإسرائيلية. حزب الله عنده صواريخ مضادة للسفن زي سي 208 ويخنوت الروسية، واستخدمها بالفعل في 2016 لإصابة بارجة، بالفعل حصل، وده الإسرائيليين عارفين أنه لدى حزب الله. عنده كمان صواريخ مضادة للدبابات، نجح في تدمير 50 دبابة خلال حرب 2006 باستخدام الار بي جي 29 وكورنيت وتاو الروسي وميلان، ودي كلها أسلحة فعالة قدام الدبابات والمدرعات. عنده طائرات مسيرة، حزب الله عنده طائرات مسيرة للتجسس وطائرات مسيرة للهجوم، استخدمها في الرد على الهجمات الإسرائيلية في أكتوبر 2023، وصور فيديوهات كتير منها لو تفتكروا، هدهد 1 و2 و3 و4. طيب، حزب الله بيقصف تل أبيب، لأن قبل كده حسن نصر الله قال في يوم من الأيام إن قصف الضاحية الجنوبية وبيروت يوازي قصف تل أبيب. تعال نشوف مع بعض آثار الدمار الكبير اللي أحدثها قصف إسرائيلي على مبنى قناة تلفزيونية في الضاحية الجنوبية. وقبل أي حاجة، إحنا بنتضامن مع زملائنا الإعلاميين في قناة الصراط في الضاحية الجنوبية في بيروت في لبنان، اللي تعرضت للقصف، اللي هنشوف مشاهد منه مع بعض، أو هنشوف أثاره التدميرية. السؤال: ليه بيتعمد طيران الجيش الإسرائيلي أنه يقصف الأماكن حتى لو هي مدنية وبيزعم أن فيها سلاح؟ يعني قناة تلفزيونية أكيد ما فيها سلاح، بيوت المواطنين في الضاحية الجنوبية في حارة حريك أو في الجنوب ما فيها سلاح، ولكن فيها حاضنة شعبية بتحتضن وبتدعم حزب الله. إيه الأهداف اللي بيسعى ليها الاحتلال أو الجيش الإسرائيلي من قصف الحواضن الشعبية لحزب الله في لبنان؟ تعالى نحاول نعرف مع بعض. أولا، ضرب السلم الأهلي. بيسعى الاحتلال الإسرائيلي لزعزعة السلم الأهلي في لبنان عبر استهداف مناطق تعتبر أمنة نسبية. هدفه الثاني هو استهداف الاحتضان الشعبي. الاعتداءات يا جماعة مش مقتصرة على حزب الله بس، بل كمان بيضرب ناس في أماكن تانية تابعين ل يعني أديولوجيات تانية ومذاهب أخرى. الاحتلال بيستهدف الاحتضان الشعبي لإضعاف الروح المعنوية لكل الشعب اللبناني. الهدف الثاني تأجيج المناخ الطائفي. عايز يبقى فيه فتنة طائفية لما يروح يستهدف منطقة مثلا سنية أو منطقة درزية أو منطقة مسيحية غير شيعية، وده هيعمل توتر وممكن يودي لبنان لمنطقة الحرب الأهلية، خاصة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الصعب اللي بتعيشه لبنان في الفترة الأخيرة. نتائج الاعتداءات دي إيه اللي حصل؟ موجة نزوح كبيرة جدا تهجر فيها ما يقرب من 2 مليون لبناني. رفض استقبال المهجرين من قبل بعض المناطق خوف من الاستهداف الإسرائيلي. بعض المناطق تقول لك ما تجيش عندي لأن هو بيستهدفك أنت، فممكن يقصفك لو جيت عندي. الاعتداءات دي بتؤدي لاحتكاكات داخلية بين النازحين والمجتمع المضيف، وده بيزيد التوترات في البلد في لبنان، وبتكون توترات مذهبية وعرقية، وممكن تؤدي إلى ما هو أبعد، ونسأل الله السلامة. يعني الجيش اللبناني دعا إلى الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال تمس السلم الأهلي، وأكد الجيش على أن العدو الإسرائيلي يسعى لبس الانقسام بين اللبنانيين، وإحنا بدورنا بنأكد على ضرورة أن لبنان تكون واحدة، وبنأكد على ضرورة وجود السلم والأمن في لبنان، كل لبنان. ربنا يأمن لبنان وشعبها وتطلع من الأزمة دي على خير. إسرائيل بتصعد، إسرائيل ما عندهاش غير التصعيد. يعني الأمر هو نفسي وإعلامي
أكبر منه حربي. طبعا حربي موجود وعسكري وفي قصف وفي قتل، ولكن هم بيلعبوا على الجانب النفسي. علشان كده هتلاقي جهات إسرائيلية بتعمل إعلانات لبيع منازل في لبنان، زي ما بتقول لنا أو بيقول لنا العربي الجديد في الخبر ده، جهات إسرائيلية تروج لمنازل استيطانية على جبال لبنان الثلجية. أنت متخيل؟ بدأوا يتعاملوا على أنهم احتلوا لبنان وبيقطعوا أرض لبنان وبيبيعوها وبيعملوا فيها مستوطنات، زي ما هتشوف في المجموعة الاستيطانية الإسرائيلية دي اللي بتروج لبيع عقارات في جنوب لبنان، وبتقول لك تعالى خد بيتك عندنا، والأسعار بتبدأ من 80,000 دولار. البيوت دي هم بيعرضوها وكاتبين بلا خجل ان دي في جنوب لبنان، وعايزين يبعتوا رسائل ان احنا قادرين مش بس نعمل حرب، لا ده احنا قادرين ناخد لبنان ونبيعها ونستوطنها، نبيعها يعني المستوطنين بتوعنا وتبقى تحت ايدينا، زي الفيديو اللي شفناه في الاول ده. يعني وبكره يقول لك تعالى عشان تاخد شاليه على الشط في العريش، ايه رايك تيجي تصيف عندنا في راس محمد، وهكذا. امور مستفزه خلت مثلا خارجيه تركيه توصف الهجوم البري الاسرائيلي على لبنان انه انتهاك لسياده الاراضي اللبنانيه واحتلال ليها، وده بما يتناقض تماما مع القوانين الدوليه. اردوغان بيقترح الخطوه التاليه، هنعمل ايه علشان نوقف الاحتلال اذا فشل مجلس الامن؟ وطبعا مجلس الامن هيفشل زي ما حضراتكم عارفين، لان مجلس الامن فيه فيتو امريكي دايما. الرئيس التركي اردوغان قال في كلمه لي بعد ما ترأس اجتماع للحكومه التركيه في المجمع الرئاسي في انقره مساء الاثنين، انه لا يمكن للمجتمع الدولي ان يظل صامدا او صامتا ازاء العربده الاسرائيليه التي تدفع المنطقه برمتها الى النار. واضاف التوصيه باستخدام القوه كما ورد في قرار الامم المتحده الصادر عن الجمعيه العامه سنه 1950 لابد ان تدخل حيز التنفيذ بسرعه اذا لم يتمكن مجلس الامن من اظهار الاراده اللازمه. اذن اردوغان هنا بيتكلم عن ايقاف اسرائيل بالقوه، ايقاف اسرائيل عن العدوان على لبنان بالقوه، وبيرجع الكلام ده او بيرجع كلامه عن استخدام القوه ضد اسرائيل او للتوصيه اللي وردت في قرار الامم المتحده الصادر عن الجمعيه العامه سنه 1950، التوصيه دي لم تنفذ حتى الان، واردوغان بيقول تنفذ. ليه لحد الان لم تنفذ؟ تنفذ، واذا اسرائيل لن توقف الهجمات والحرب على لبنان، ففي توصيه بقى لها كام سنه دلوقتي؟ بقى لها 74 سنه ممكن يتم استخدامها، وهي استخدام القوه لايقاف العدوان الاسرائيلي. وزير خارجية أسبانيا بيقول يجب أن يتوقف التوغل البري الإسرائيلي في لبنان. أما على الجانب الآخر فالعراق بيدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية علشان يقدموا دعم للبنان، زي ما حضراتكم شايفين كده اليوم السابع بتقول لك لتقديم مساعدات، وكأن اللي محتاجينه في لبنان هو مساعدات، دي مش هتأكل شاش وقطن وبتاع، بس مش اكتر من كده. رئيس برلمان عبد الفتاح السيسي بيقول ان ما يحدث في لبنان انتهاك صارخ لدوله ذات سياده. الله متشكرين جدا، الراجل يعني قال كلام زي الفل. بينما البيت الابيض امريكا بتقول لك يا عم يا اللي قاعد تجمع اكل وشاش وقطن وبتاع، احنا اصلا شايفين العمليه الاسرائيليه جوه لبنان اللي بيقوم بيها الجيش الاسرائيلي دي، دفاع عن النفس. انت متخيل؟ يعني هو رايح لدوله تانية بينتهك سيادتها وبيدخل ارضها، وامريكا بتقول لك ان ده يعني دفاع عن النفس. حتى البنتاجون اهو طلع بيان مع بدء اسرائيل الهجوم البري في لبنان، قال ايه بقى يا سيدي البيان ده بتاع البنتاجون وزاره الدفاع الامريكيه؟ اوضحت الوزاره ان قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن وزير الدفاع الأمريكي لويس أوستن تحدث لنظيره الإسرائيلي يواف جالانت، واتفقوا على ضرورة تفكيك البنية التحتية الهجومية لدى حزب الله. بس خلص، موضوع بسيط يا جماعة، احنا نفكك حزب الله
نموت شوية لبنانيين زي ما موتنا شوية فلسطينيين وعادي. طب بالنسبة للقانون الدولي، بالنسبة للسيادة، بالنسبة للدولة اللبنانية، خد بالك إن يعني حزب الله موجود في البرلمان اللبناني. أنا مش بتكلم عن ميليشيا مسلحة، أنا بتكلم عن فاعل سياسي موجود في الدولة اللبنانية سواء في البرلمان أو وزراء في الحكومة. ولكن يعني أمريكا مش شايفة كده وبتقول لإسرائيل لازم نفكك الحزب. طب ده هيكلف مدنيين، عادي يكلف، إيه المشكلة؟ وده كأن ده لسان حالهم يعني. في دول تانية بتقول لك لا أنا عايز أخد الرعاية بتوعي زي بريطانيا. بريطانيا استأجرت أو أجرت رحلة جوية علشان تجلي رعاياها من لبنان سريعا. فرنسا كمان بعتت سفينة حربية لسواحل لبنان علشان تنقل رعاياها، لأن واضح أن الأمور رايحة للتصعيد مش أكتر من كده أو مش غير كده. خطوط الجوية الفرنسية علقت رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب حتى يوم 8 أكتوبر الجاي. وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الألمانية عملوا بيان مشترك ويعني بدأوا أو اتكلموا عن بدء إجلاء الرعاية الألمان من لبنان بسبب الوضع الأمني. طيب أنا عايز بس أفكرك قبل ما استعرض معاك وأزود في عرض الموقف العربي. الموقف العربي اللي بيانات عايزين نساعدهم نبعت لهم. مفيش حد بيتكلم عن ان احنا يعني يكون لينا موقف فاعل. انا افتكر في 2000 على ما اظن كانت لإسرائيل هجمت على او قصفت محطة الكهرباء الرئيسية في بيروت بالليل. الصبح مبارك كان هناك، كان في المكان، في مكان محطة الكهرباء. ودي رسالة حتى لو ما تكلمش مبارك. انا وقتها كنت صغير وسمعت مبارك وبيقول احنا مع لبنان قلبا وقالبا واحنا بندعم لبنان ونرفض الهجوم على لبنان. وده كان موقف مبارك انا فاكره بنفسي، مش عارف 99 يا 2000 لما الاسرائيليين قصفوا محطة الكهرباء الرئيسية في بيروت. مبارك راح نفس المكان اللي تم قصفه، ودي رسالة دعم قوية جدا. انما احنا دلوقتي ما بنعملش حاجة. نطلع حد يقول اي كلمة، طلع رئيس البرلمان يقول ده اعتداء، ده انتهاك، حاجة كده أي كلام والسلام. مع أن جامعة الدول العربية قبل كده اجتمعت وعملت قمة وعملت بيانات مش علشان إسرائيل، علشان الوجود التركي في الشمال السوري لو حضراتكم فاكرين، ولو مش فاكرين أفكركم بالتقرير ده. في تصرف غير مسبوق في تاريخ الحروب ربما يمثل دليلا على الصلف الإسرائيلي وجنون العظمة التي أصاب قادتها، أعلنت تل أبيب عن تحرك قواتها لدخول الجنوب اللبناني في عدوان بري يتزامن مع إسناد جوي ومدفعي. يأتي العدوان الإسرائيلي في تجاهل تام للعالم والدول العربية رغم تحذيرات الأخيرة ومطالبتها بعدم التصعيد. فكان في اليوم اللي قررت فيه تركيا تقضي على إرهاب المجموعات الانتفاضية الإرهابية من البيكيكي في سوريا والعراق، انتفضت الأنظمة العربية دفاعا عن حق سوريا تحت قيادة بشار الأسد في حياة كريمة وهانئة. حالة الغضب العربي اترجمت واقعيا في ندوة لجامعة الدول العربية شارك فيها أصحاب الفخامة والزعامة، والكل عبر عن استهجانه وغضبه وقلقه ضد ما أسموه التوغل التركي في شمال سوريا. وما كانش الموضوع كلام بس، الإمارات شاركت في انقلاب 15 تموز في تركيا، والسعودية قررت وقف استيرادات المنتجات الغذائية التركية. وعبر لسانها الإعلامي للمواطن السعودي عمرو أديب حرض علنيا بعدم الذهاب لتركيا في مواسم السياحة. مصر كمان عبرت عن مواقفها وعدائها للدولة التركية عبر أزروعها الإعلامية التابعة للنظام السيسي. وبقدرة قادر يتم سحق أهل غزة الأبرياء بطائرات F-35 وتجويع وقتل جماعي وتهجير، ويتم اقتحام لبنان والنية مبيتة لضم أراضي الجنوب اللبناني بالكامل لصالح إسرائيل تحت ذريعة حق الدفاع عن النفس. وما نلاقيش موقف عربي محترم وملموس ضد الإجراءات الإسرائيلية، بل إن الصحف الأجنبية أكدت أن دول عربية أبلغت الجيش اللبناني بالانسحاب من معركة اقتحام لبنان، وإلا هيتم وقف الدعم المالي الممنوح من دول الخليج.
عشان كده المواطن العربي صاحب القضية الوطني الشجاع عارف ومتأكد وواثق بمدى عمالة الأنظمة العربية لصالح إسرائيل، وإن التصريحات الرنانة من نشجب ونستنكر ما هي إلا مصطلحات حماية من التاريخ اللي هيشهد وسيشهد على مدى عمالة وخيانة الحكام العرب في الفترة دي. العرب اللي عملوا اجتماع في على مستوى القمة وقعدوا يتكلموا عن الانتهاكات وعن اللي بيحصل وازاي الأتراك يدخلوا قواتهم للشمال السوري ولا بد من الانسحاب وده اعتداء. طيب يعني سوريا كان فيها زي ما انتم بتقولوا حرب أهلية وفيها ناس بتاخد سلاح علشان تعمل دولة وتنفصل، والأتراك شايفين ان ده بيهدد مصالحهم وشايفين ان في أحزاب من فكرة معينة انفصالية مسلحة موجودة وبتاخد بالأرض السورية دي منطلق انهم يعملوا عمليات ضد الشعب التركي. فتركيا قررت انها تحمي امنها ومواطنيها زي اي دولة بتعمل عشان تحمي بلدها. العرب ما عجبهمش كده وعملوا بيانات وبتاع. طب العرب ليه دلوقتي ما بيعملوش اجتماع وفي شعوب عربية بتنحر؟ الشعب اللبناني سني شيعي ماروني درزي هو عضو في الجامعة العربية، ولبنان عضو مؤسس في جامعة الدول العربية. الفلسطيني من حماس من فتح من بيتهم مواطن عربي وعضو في جامعة الدول العربية، ولا انتوا العروبة عندكم بعين وعين؟ يعني خيانات عربية يا جماعة. وول ستريت جورنال بتقول لك دول عربية هي اللي خدت الرسالة الإسرائيلية واللي هي بتاعت امبارح دي بتاعت ان في عدوان او في اجتياح للجنوب، دول عربية اللي وصلتها للجيش اللبناني. ده كلام مين؟ وول ستريت جورنال بتقول لك دول عربية هي من نقلت رسالة إسرائيل بشأن عدوان بري الى الجيش اللبناني وان عليه سحب قواته. إسرائيل استخدمت دول العربية علشان تقوم بدور المحذر أو الصبي أو البسطاجي. الجيش اللبناني عموما نفى انسحابه من النقط الحدودية بالجنوب وقال أنه عمل عملية إعادة تموضع. ده بالنسبة للعرب عموما، أن في دول عربية نقلت رسائل لإسرائيل، رسائل من إسرائيل اشتغلوا بسطاجية عند إسرائيل بيحذروا لبنان لموا الجيش علشان والله حزب علشان اسرائيل جايه تجتاح الجنوب اللبناني. يا جماعه ايه المشكله يعني؟ طب نروح لمصر تشوف معايا المواقف المهترئه. وخد بالك انا مش بقلل من اي موقف، بس انا عايزك تقيس المواقف اللي هنقولها دي على ايه؟ على الحاصل غزه بقالنا سنه، لبنان والقتل اللي شغال فيها وصل حوالي 2000، واحنا بقى عندنا في مصر يطلع طارق العوضي يقول لك ايه؟ ايه موقفكم يا احرار؟ بص بقى العمق، ايه موقفكم يا احرار؟ هذا هو الوقت الذي يجب علينا جميعا ان نتكاتف خلف جيشنا وقيادتنا السياسيه، عبرين كل خلافاتنا السياسيه، لنوجه للعالم رسائل قويه اننا في وقت الخطر شعب واحد على قلب راجل واحد. طب يا عم طارق في وقت الخطر هو مين اللي حطنا في الخطر ده؟ ولما يكون وقت الخطر ونحب نكون على قلب راجل واحد علشان يبقى نحمي بيه مصر، يعني هنكون على قلب عبد الفتاح السيسي يا راجل؟ هنكون على قلب عبد الفتاح السيسي نبقى شبه السيسي كده في وطنيته بقى وحبه للبلد؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ مدحت العدل بقى بيدعي الفنانين ان هم يعملوا حفلة كبيرة قوي 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 في الأوبرا لصالح لبنان. هتقولي ايه ده يا ابو حميد انت بتحبش الفن ولا ايه؟ اقولك لا يا عم انا قلت كده، بس انا ما بحبش الخيبه، ما بحبش الخيابه، ما بحبش الراجل لما يبقى قاعد وسط رجاله كبار ويقول كلمه عيل صغير، ما بحبش لما يبقى الدم بيسيل واحنا اقصى طموح عندنا نعمل حفله. يعني ممكن دي تليق بمدحت العدل عشان هو ده مجاله، مش بقلل منه، بس مصر فين يا جماعه؟ مصر واحد يقول لك تعال نقف ورا السيسي، اقف يا عم وراه انت يمكن بتحب تقف وراه، والتاني يقول لك نعمل حفله، وزير الأوقاف بيقول لك إيه؟ أنا بدعو معتنقي الأديان الثلاثة علشان يكونوا صوت واحد للوقوف قدام إسرائيل ومصر. إيه ده؟ إيه ده يا جماعة؟ بس كده؟ خلاص عملتوا اللي عليكم يا جماعة؟ غسلتوا إيديكم من دم أهل غزة ودم أهل بيروت أهل لبنان عموما؟ كلام
زيه زي اي كلام. يعني مصر مثلا يقول لك ايه، مصر تعرب عن قلقها من تعرض مقر سفير الامارات في الخرطوم للقصف. هو زي كده، عارف احنا شايفين الموضوعين زي بعض، بيت السفير الاماراتي اتقصف في الخرطوم فاحنا قلقانين، الناس بتتدبح في غزه بقالها سنه فاحنا قلقانين، لبنان والناس بتموت في لبنان فاحنا قلقانين، وعايزين نعمل حفله وبندعي يعني اتباع الاديان السماويه انهم يقفوا موقف واحد ضد اسرائيل. بصراحه انتوا جامدين جدا. بينما على الجانب الاخر من الكوكب في مواقف واضحه. اوستن وزير الدفاع الامريكي زي ما قلت لك من شويه قال لك ايه، اتكلم اتصل بجالنت وزير الدفاع الاسرائيلي وقال احنا معاك وبندعمك واحنا في ظهرك، ودمر وقال ايران لو قصفتي او تدخلتي في الحرب هنقصفك وما عندناش مشكله ابدا في ده. امور واضحه، مواقف واضحه مش صايصه. مسؤولين في الاداره الامريكيه بيأيدوا سرا توغل اسرائيل في لبنان عادي. يعني وزير الدفاع الامريكي بيتوعد ايران عشان ما تتدخلش وبيدعم اسرائيل في كل اللي بتعمله وشايف ان ده دفاع عن النفس. لا، ده في مسؤولين في الاداره الامريكيه عندهم يعني حالة من السعادة وبيدعموا توغل إسرائيل في الداخل اللبناني. طيب حزب الله، بغض النظر عن موقفك من حزب الله بالمواقف المشينة اللي حصلت في سوريا من حزب الله، تمام، هل في موقف زي ده انت كمواطن عربي هتقف مع حزب الله ولا مع جيش إسرائيل؟ ده سؤال انت تسأله نفسك. وبعدين اتصل بيا دلوقتي، هنفتح لحضرتك الاتصالات، اتصل بينا عشان تقول لنا يا سيدي الفاضل انت شايف ان الموضوع هيخلص عند لبنان ولا الخريطة اللي عرضناها من شوية دي مرشحة انها تبقى الاهداف اللي جاية لإسرائيل، ولو خلصت الحرب في لبنان الدور على مين يا ترى من وجهة نظرك؟ خليني اخد اول اتصال معانا من استاذ محمود اهو من مصر. اهلا بيك. السلام عليكم. محمود من الجيزة، اهلا بيك استاذ محمود. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله. اهلا وسهلا بيك. الدور على مين بعد لبنان يا استاذ محمود؟ بتنشا. ماشي اتفضل. انا مالي زرعت الزرع جوانا يا وش البوم، انا مالي ومالي الدوحه والدمام، انا مالي بسوريا واهلي في الفيوم، انا مالي بجوبه ومالي بس بالخرطوم، أنا مالي بجزائرنا ومغاربنا، أنا مالي بعكا والسلوم، أنا مالي ومال بغداد ومالي بصنعاء نامت ولا حتى تقوم، قالوها كتير حكامنا وأنا مالي، ما أنا ملكه ولديه محكوم، واللي يقول له لأ بيديله لقب مرحوم، أنا مالي ومال مرسي، أنا مالي ومال سامي ومال معصوم، أنا مالي ومال حالي، ده حالي مال، بقينا 600 حتة وحاكمنا شحت منهم وبدعي له يا رب يدوم، انا مالي. اتفضل يا عبد الله. شكرا ليك يا محمود. هو النظام عايزك انا مالي، احنا مالنا يا عم، كفايه علينا ان احنا عايشين، وبيشغلك بقى بالايه بالطماطم والبطاطس والكلام ده عشان ما تتكلمش. امبابي من الجيزه، الدور على مين يا امبابي؟ السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بيك اتفضل. طبعا استاذ احمد الدور معروفه، يعني هو بعد كده سوريا والعراق وبعد كده نخش على مصر. انا بقول على مصر غير، في ناس كتير تقول لك ازاي على مصر يعني يا عم، والجيش بتاعنا هو فين الجيش؟ هو العرب كلهم والجيوش كلها ساكته، كان يحصل كده في عندنا في لبنان وفي غزه، ما هو مش شايفين حد بيتكلم. انت عايز حد يتكلم يا استاذ احمد؟ ما فيش حد بيتكلم من الحكام العرب ولا الجيوش العربيه، في حد بيتكلم ليه حاجه بقى في امريكا واسرائيل يخش اي بلد او اي بلد عربيه؟ وبعدين هو فين الجيش؟ هو الجيش اللي كان الجيش بتاعنا مصر يا استاذ احمد ما بيتكلمش لا على اجرام ولا على تجويع ولا تجويع شعب ولا اي حاجه من دي، يبقى هيتكلم على ايه؟ وبعدين خلي بالك انا بقول لك مصر يخش على الدور على مصر، لان فعلا الجيش بتاعنا ده موجود والجيوش العربيه كلها موجوده عشان تعمل انظمه بس، مش موجوده عشان تعمل شغلات ولا تعمل حاجه لمصلحه الدوله، لا دول ناس خاونه يا استاذ احمد، هم الدور المعروف كله على الدور على مين؟ ومحدش هيتحرك ولا حد هيتكلم. شكرا ليك، بشكرك يا امبابي. معايا ابراهيم من الغربيه، اهلا بيك. السلام عليكم. الصوت بعيد يا عم ابراهيم، يا ريت، ما مش عارف. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ليه الدول العربيه ما بتجتمعش في جامعه الدول العربيه علشان العرب اللي بيتقتلوا في لبنان او اللي بيتقتلوا في غزه؟
ننسى الدول العربية يا ريس، ننسينا الدول العربية. يبدو ان الصوت مش تمام، ويا ريت اسمع صوتك تاني يا حاج ابراهيم. محمد من القاهره معايا، اهلا بيك. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا وسهلا استاذ محمد. ايه اللي اختلف من عن وقت 2000 او 2006؟ ايه اللي اختلف لما كانت جامعه الدول العربيه بتجتمع في اي حرب او اي اعتداء على اي دوله عربيه؟ ليه العرب دلوقتي ما بقوش مهتمين؟ العرب يا فندم، بعد اذن حضرتك، العرب دلوقتي يا فندم كل زعيم عربي بيدور على المصلحه العامه، دي هو الاحتفاظ بالكرسي، واهم حاجه عنده بقى الكرسي، اي مصلحه ثانيه غير الكرسي ما لهاش اي اعتبار خالص نهائيا، لا فلسطين ولا لبنان ولا اي دوله ثانيه بتتضرب. زمان كانت جامع الدول العربيه كانت بتجتمع كلها لاي حاجه مهمه وكانوا بيناقشوها وكانوا بيحاولوا يحلوها، دلوقتي يا فندم ما فيش خالص دلوقتي، جامع الدول العربيه بقت زي الهيلتون اللي جنب الهيلتون بالظبط. مفيش اي حاجه بتتعمل فيها خالص نهائيا. وبعدين ده حاجه، الحاجه الثانيه فندم، ده مخطط اسرائيلي من النيل الى الفرات، ده من قديم الازل. الاول ابتدوا بعد كده الاول بفلسطين، بعديها بعد كده لبنان، وبعد لبنان اليمن والعراق وسوريا، وبعدين بعد كده للاسف، واتمنى ده ما يكونش صح، في الاخر للاسف هتكون مصر. فطبعا ده يعني ربنا يستر يا فندم علينا وعلى بلدنا ويحمي الناس. ده مخطط جامد جدا 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 جدا. شكرا لك، اشكرك يا استاذ محمد. شكرا لحضرتك. ام محمد معايا؟ ست ام محمد معانا؟ اهلا وسهلا. اهلا يا حاجه، اتفضلي. ايوه يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، النتن ده بعد احترامي لحضرتك اذكى من دوله، اذكى من العرب دوله، اذكى من الحكام يا استاذ. انت قصدك نتنياهو يعني؟ ايوه هو ده اذكى منهم يا استاذ احمد. دول المفروض يعرفوا ان ده عار لما يطلع على الساسه كده يقول اصدقائي، اصدقائي اللي هو السعوديه والامارات ومصر وما اعرفش ايه، ده انت انسان يهودي، ده انت انسان يهودي يا جماعه، ده بيضرب في العرب، ده يا جماعه ده بيموت في اخوانكم، يا جماعه بيموت فينا احنا، ده بيموت فيكم يا حكام العار، يا حكام العاريه اللي ما بتكتسبوش على دمكم، انتوا ما انتوش حكام، ده انا لو مكانكم والله العظيم ادفن نفسي بالحياه، ازاي واحد زي ده، واحد زي ده يهود، ده ما بيضربش في اليهود، ده بيضرب فيكم، ده بيضرب فيكم وبيتباهى بيكم، بيقول لكم انتوا اصدقائي، اذكى منكم يا اغبيه، اذكى منكم، هو بيعمل كده كلته وفي نفس الوقت بيحطكم في جيبه، ضمنكم يا اغبيه بتوع الكراسي، بيقول لكم انتوا اصدقاء اسرائيل، اسرائيل عدو البلاد، عدوة البلاد العرب كلها، تبقى اصدقائهم انتوا؟ انتوا تبقى اصدقاء اسرائيل؟ امتى كانت اسرائيل بتحب العرب؟ امتى كان المغاربه كانت بتحب العرب؟ حربتنا ليه؟ حربتنا وكانت عايزه تاخد بلادنا وتاخد بلاد الناس وتاخد ده وده ليه؟ يا اغبيه يا بعده، يا اغبيه يا بعده اللي قاعدين على الكراسي يا حكام العار، اصحوا. وانا الاغبيه اللي انت اللي جايبه جايين على الساسه دول حاسين بكده ولا عارفين خايفين على الفلوس عايزين فلوس بس؟ حاسين بكده؟ يا اغبيه يا اغبيه، ده انتوا ده بيضرب فيكم، ده بيضرب فيكم في اهاليكم، ده احنا كلنا عرب، ده احنا كلنا مسلمين، هو ما بيضربش في روسيا ولا بيضرب معرفش في ايه ولا في اليهود اللي زيه، لا، وكمان واخدكم اصدقاء وبيقول اصدقائنا، اصدقاء اللي صافيين لنا اللي بيحبونا، نعم اللي بيحبونا، بتحبهم يا حكام العار؟ انتوا بتحبوا اسرائيل يا حكام العار؟ النتن ده حاططكم في جيبه دايس على رقبتكم بالجزم يا حكام العار، يا حكام العار. شكرا محمد، شكرا محمد، بشكرك جدا. خلونا يا جماعة نرحب بالأستاذ عبد السلام عواد الخبير في الشؤون العبرية اللي بينضم لنا عبر سكايب من فلسطين. أهلا بك أستاذ عبد السلام، أهلا وسهلا. أهلا بك والمستمعين والمشاهدين جميعا، أهلا وسهلا بك. النهاردة لما نتابع وسائل الإعلام العبرية وخطابات تحديدا نتنياهو نشعر أننا أمام إمبراطور يتحدث عن إمبراطورية في طور الإنشاء أو في طور التحقيق على أرض الواقع. برأيك كيف ساعد الموقف العربي على أو ضعف الموقف العربي على هذا المشهد الذي يصفه البعض بأنه مشهد مغزي لما يحدث في غزة وما يحدث في لبنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد من التأكيد على قضية مهمة، وهي أن هذا الرجل وهو الذي يرى نفسه إمبراطور كما يقول إمبراطور هذه الدولة العبرية بين قوسين، كان يسعى دائما لأن يكون الرجل الثالث في دولة الاحتلال. فالرجل الأول هرتزل، ثم بن غوريون، ثم نتنياهو،
الذي يطور ويسعى في هذه الدولة إلى أن تكون دولة متقدمة متطورة شاملة كبيرة مسيطرة على هذا العالم بشكل كبير جدا. لكن الحرب على قطاع غزة والخسائر التي تلقاها في قطاع غزة من المقاومة الفلسطينية حطمت هذه الأحلام التي كان يسعى إليها. كل أحلامه بأن يكون الرجل الثالث بأن يطور هذه الدولة المحتلة تحطمت على أعقاب غزة وأمام المقاومة في قطاع غزة التي أدركت ويلات وخسائر كبيرة جدا التي لا نراها. اعتقادي أن هذا التعفف وهذا الصلف الكبير من هذا الكل وعلى رأس هذا النتن لو تتأسباب. أولا الاستكبار الذي صار عليه لعدة سنوات وقرون، وقد بيّن هذه الدول العربية أنهم دولة لا تقهر، بيّنوا هذه الدول أنهم عبارة عن جيش لا يقهر. لماذا؟ لأنهم قد قاموا في بعض الحروب القليلة جدا وأوهموا العالم العربي وأنهم قوة لا تقهر، وبالتالي عندما قادتهم قال يجب أن ينظر العالم إلى إسرائيل على أنها كلب مسعور ولا يجب أحد أن يقترب من هذا الكلب المسعور، وبالتالي هم تعاملوا مع العالم العربي على هذا الأساس حتى لا يجب أحد الاقتراب من هذه الدولة، بل أدخلوا الرعب في قلوب هذه الدول وبيّنوا أنفسهم بأنهم هم قادة عظام ودولة كبيرة جدا. هذا الموقف العربي الضعيف طبعا أكيد ساعد على تعجرف هذا الاحتلال وتعجرف قادة الاحتلال، لأنهم لم يروا من يقف في وجههم أمام الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة، ولم يروا من يقف في وجههم عالميا من قوى الظلم وقوى العالم، ولا قوى الدول العربية لم تقف في وجههم لتثنيهم عن هذا الاحتلال وهذه الإبادة، لذلك تجبروا وزاد بارودهم عن جهيته في هذه البلاد. ثم اليوم هم يكرروا ما حصل في قطاع غزة مع إخواننا وأهلنا في لبنان، يرتكبوا مجازر وإبادة جماعية بحجة حماية الحدود أو إخراج لا إلى موقع وخلف نهر الليطان. كل هذا التعجرف أمام هذا الضعف العربي يجعل هذا التغول أكبر بكثير مما كان عليه دولة الاحتلال. اليوم وصلت صواريخ حزب الله إلى تل أبيب بعدما وصلت إلى حيفا وعكا وصفد ونهرية وغيرها من المناطق في الشمال. برأيك هل صدى هذه الصواريخ سنراه على أرض الواقع بعد حالة الانتشاء التي عاشها المجتمع الإسرائيلي على مدار حوالي أسبوع بعد قتل حزب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وبعد هذه الانتصارات التي رآها الشعب الإسرائيلي وكأنها انتصارات 67؟ هل بدأ ينزل من على الشجرة ويرى أن لا زال حزب الله قادر على تهديد الداخل الإسرائيلي حتى تل أبيب؟ يعني في البداية الاحتلال تلقى خسائر وضربات كبيرة جدا على جبهة قطاع غزة، وهو قد اعترف بهذا الإخفاق منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، ولم يحقق أي شيء من أهداف الحرب التي أعلنها، سواء كانت إعادة المخطوفين أو القضاء على حركة حماس أو القضاء على المقاومة في قطاع غزة. كل هذه الأهداف لم يحقق منها أي شيء، لذلك هو انتقل إلى جبهة الشمال يريد أن يفرض عضلاتي أمام العالم أنني أحقق إنجاز على الأرض، وأنه يريد أن يري العالم يرمم صورته التي تهشمت أمام العالم جميعا، يريد أن يهشم هذه الصورة التي تراجعت وتهشمت أمام هذه المجازر والجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة، يريد أن يجعل ويأخذ صورة انتصار ولو في جبهة الشمال. لذلك هو قام بهذه الاغتيالات وبهذا القتل وبهذه الحركات في لبنان، لكنه يظن أن هذه الاغتيالات ستفت في عضد حزب الله في لبنان أو تقضي على حزب الله في لبنان، لأنه يظن أن حزب الله عبارة عن تنظيم صغير، لكنه لا يعلم أن حركات التحرر الثورية وحركات المقاومة في كل العالم لا يضرها اغتيال أمين عام هنا أو قائد هناك أو قائد هناك. لنرجع إلى الوراء، يعني في عام 2003 عندما تم اغتيال الشيخ أحمد ياسين وتم تعيين الشيخ عبد العزيز الرنتيسي بعده ثم اغتيل عبد العزيز الرنتيسي، لننظر إلى حركة حماس في ذلك الوقت واليوم كيف هي تغيرت نحو، يعني تقدمت درجات كبيرة جدا عما كانت عليه. إذن لم تؤثر هذه الاغتيالات على أي حركة ثورية، لذلك أيضا في حزب الله لم تؤثر، لأننا رأينا أنه بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ظلت الصواريخ تنهمر على دولة الكيان، ظلت المقاومة مستمرة، وبالعكس اليوم وبالأمس بدنا نراها بشكل كبير جدا وفي عمق دولة الاحتلال في تل أبيب وفي كفر سابع
وفي وفي كثير من الدول وفي العمق تمت هذه الضربات. لذلك هم يظنوا واهمين ان حركات التحرر امثال او غيرها ستتراجع امام اغتيال امينها العام او قائدها هنا او هناك، لكنه لا يعلم ان هذه الحركات هي تعتمد على تنظيم وترتيب. اللي قصدته استاذ عبد السلام، استاذ عبد السلام، اللي قصدته ان نتنياهو شعبوي، يعني يريد ان يحظى بشعبيه او برضاء الشارع الاسرائيلي، فيقصف في حاره حريك، يقتل حسن نصر الله دون تحقيق انجاز حقيقي. يعني هو لم يحقق انجاز كما ذكرت في غزه سوى تهديم البيوت وقتل الابرياء، ولم يحقق حتى الان اي انجاز سوى قتل حسن نصر الله وبعض قيادات حزب الله. الشارع الاسرائيلي المتابع للامر يعني بيقول انه منتشي بقاله كام يوم حاله انتشاء، ولكن اليوم صحي الشارع الاسرائيلي على وصول الصواريخ الى تل ابيب. هل هيفضل الشارع الاسرائيلي يمشي ورا نتنياهو من حرب الى حرب دون تحقيق انتصار حقيقي؟ طبعا. يبدو الاستاذ عبد السلام مش معانا، الى ان يكون معانا مره ثانيه. رجع، اتفضل استاذ عبد السلام. طبعا نتنياهو ودوله الاحتلال كما ذكرت لم يحققوا انجاز. عندنا قضيتين شائكتان عند الاحتلال، وهي المخطوفين عند حركه حماس في غزه واللاجئين في الشمال من حزب الله. انا اتحدث عن ما يزيد عن 100,000 مستوطن لاجئ لن يستطيعوا العوده الى بيوتهم ومنازلهم في الشمال بسبب تهديدات حزب الله وضربات حزب الله والمختطفين في قطاع غزه. هو يقول انني ساعيد هؤلاء المختطفين الى الشمال. وقبل اغتيال حسن نصر الله قال له التحدي بيني وبينك لن يعود اهل الشمال الى الشمال، بل على العكس سنزيد المهجرين الى مناطق اخرى. لذلك هو يريد ان يظهر بصوره المنتصر المنتشي انه حقق انجاز على الارض، اغتال هنا او ضرب الضاحيه الجنوبيه او حاره حريك او النيلك او غيرها في بيروت وفي لبنان، ليظهر امام الشارع الاسرائيلي انه حقق انجازا وصوره نصر كبيره جدا. لكن المظاهرات في الجبهه الداخليه عند الاحتلال لا زالت مستمره، التي تطالب يوميا باعاده المختطفين وباعاده سكان الشمال الى الشمال. هم وان انتشوا في لحظه من اللحظات الا ان الحقيقه لا تغطى والشمس لا تغطى بغربان، سرعان ما تنتهي كل هذه النشوه امام اول صاروخ يقع في تل ابيب او غيرها من عمق دوله الاحتلال. استاذ عبد السلام، سؤالي الاخير برايك الى اين تذهب المنطقه؟ هل يستطيع نتنياهو ان يخضع غزه والضفه والقدس؟ هل يستطيع نتنياهو ان يخضع لبنان ومن ثم يتفرغ الى الاردن ومصر؟ وده طبعا اللي اتقال قبل كده واتقال على لسان بعض الوزراء والمقربين من نتنياهو نفسه. ام ستنتهي اسطوره نتنياهو وينتهي به الامر الى محاكمه وربما سجن؟ بداية نسأل الله أن لا يكون لهم يد على شعبنا الفلسطيني ولا على أمتنا العربية ولا الإسلامية. ثم ثانيا، يعني الذي يريد أن يحقق إنجازات قال أنها ستستمر أسابيع أو أشهر في قطاع غزة، ثم هو الآن قاربنا على الذكرى السنوية الأولى للسابع من أكتوبر. عام كامل لم يحقق إنجاز، عام كامل لم يتم القضاء على المقاومة، عام كامل مضى والمقاومة لا زالت متعافية، لا زالت تضرب، لا زالت تحقق انجازات، لا زال المختطفون موجودون بيد المقاومه، ثم المستوطنون في الشمال لا زالوا بعيدون عن بيوتهم، لا زالوا لاجئين لم يستطيعوا العوده. لذلك هذه الحركه التي يستخدمها الاحتلال من خلال المجازر والاباده الجماعيه باعتقادي انها لن تثني شعبنا عن المضي قدما في تحرير ارضه وتحررها والمضي في تحرير هذه الارض من هذا الاحتلال. اما على الصعيد ما يجري في الايام القادمه سيصعد الاحتلال من ضرباته سواء في قطاع غزة أو في الشمال أو في الضفة. سنرى أيام تمر صعبة على أهلنا في الضفة وعلى أهلنا في لبنان. لذلك المطلوب من شعبنا الفلسطيني مزيد من الصبر، مزيد من التحمل في وجه هذا المحتال حتى لا يتم تحقيق إنجازاته وانتصاراته على هذه الأرض. أستاذ عبد السلام عواد الخبير في الشؤون العبرية، أشكرك على وجودك معنا، تحياتي لك. شكراً. إذن مسألة أنك تقتل وأنك تضرب بالطيارة مش بتحقق انتصار، مش بتغير الأمر على الواقع، على أرض الواقع. كتير من القادة تم قتلهم، من قادة حركات المقاومة
ياسر عرفات اتقتل، ابو جهاد الوزير اتقتل، احمد ياسين والرنتيسي وهنيه وجعبري وغيرهم، حتى في حزب الله مساوي اللي قبل حسن نصر الله تم قتله، ولكن بتستمر الحركات لانها ايديولوجيه مش قايمه على شخص، قايمه على فكره والافكار لا تموت. طيب محمد من المنيا معايا، استاذ محمد اتفضل. لا ابو احمد مش محمد، ابو احمد من المنيا. ابو احمد من المنيا. وازيك وازاي المنيا؟ طمني عليكم. زي الفل الحمد لله يا رب دايما. قول لي بقى يا سيدي، هي الدول العربيه مالها خير؟ هي ساكته خوفا ولا تآمرا؟ لا، الدول العربيه بعت القضيه الفلسطينيه من ساعه ما جه ترامب في السعوديه، هو والملك سلمان وجه هو عديم الذكر، لما عملوا كره ارضيه وحطوا ايديهم عليهم وعملوا نفسهم ان هم صحراء والكلام ده كله، وجه ترامب خد من السعوديه 450 مليار دولار عشان يحمي السعوديه من المطامع الايرانيه. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه ايوه فن ان المطامع الاسرائيليه دي موجوده في الكتاب المقدس، هي مش مشكله ان نتنياهو خايف من الحبس، لان نتنياهو من 10 سنين كان متهم بقضيه رشوه وكان هيتحبس وما اتحبس. ولكن هل نتنياهو عنده رصيد كافي من الشعب الاسرائيلي ان هو بيأيده؟ ايوه طبعا بيأيده، لان العقيده الاسرائيليه او العقيده الصهيونيه، ولازم نفرق ما بين الصهاينه واليهود. الصهاينه من محبين الدم. الصهاينه من عشاق الدم، ايه الدليل؟ ان اسرائيل ما بتخش بري غير ان هي بتمسح كل الاراضي قبل ما بتخشها وتقتل من اجل الدم. في الكتاب المقدس حاصروهم واقتلوهم واحرقوا كل بيت وكل منزل واقتلوا كل رجل وكل امراه وكل شيخ كبير، دي عقيده مش عند الجيش الاسرائيلي، دي عقيده عند الصهاينه. اما بالنسبه لاهل السنه، انا سالت حضرتك سؤال يا استاذ احمد قبل كده مش عارف فاكره ولا لا، قلت لك العلاقه ما بين الحرب ما بين الشيعه وما بين امريكا وما بين اسرائيل. اهل السنه فين؟ بالنسبه لتركيا، اسمح لي ان انا اقول لك، تركيا اللي دخلت كرباخ ودخلت ليبيا وحامت قطر من السعوديه والكلام ده كله، فين تركيا؟ فين التحالف الاسلامي؟ مع ان تركيا ما حدش يقدر يتكلم عنها لان هي في حلف الناتو. افغانستان اللي اذاقت روسيا وامريكا وابل من العذاب، وطلعت امريكا تجر ازياد خايبه من افغانستان. المجاهدين الافغانستان هم اهل السنه اللي في غزه ولبنان، مش تبعنا ولا ايه يا رجاله؟ باكستان المسلمه 90% من باكستان اللي عندها قنبله نوويه اللي بتتفاخر بها امريكا واسرائيل، طب ما هي باكستان عندها قنبله نوويه. هي القصه لعبه ايه؟ طب هو احنا هنفضل نايمين لغايه، طب هنتحرك امتى؟ طب ايه اللي هيحصل تاني من دمار ومن سفك دماء؟ طيب حضرتك بتتساءل يعني عن القوى السنيه لماذا لا تتدخل لحمايه المكون السني؟ عموما انا بشكرك يا ابو احمد، انا في المواقف اللي زي دي انا ما بحبش النفس الطائفي ولا المذهبي، لان القضيه اشمل واعم، وانا مش بقول ان انت طائفي، لا انا بقول لك ان الموضوع اشمل واعم. بشكرك جدا، ومعايا استاذ احمد من القاهره، اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا يا فندم، اتفضل. يا حضرتك الله يخليك، تسلم. شوف، هو الموضوع السؤال اللي حضرتك اصلا نقدر نجاوبه على مدار من 48 لحد دلوقتي. حضرتك سؤالك هل هو خوف ولا تآمر؟ الجيل اللي قبل كده ايام مبارك وما يعني اللي هو من بعد كامب ديفيد، كل اجيال الزعماء كان الجزء الاكبر من حكمهم هو خوف من الكيان الصهيوني. حضرتك تقريبا جيلي انا 40 سنه، لو تفتكر من بدايه الالفينات بس محمد الدره، يعني هي حادثه وما وحصل دلوقتي الاف محمد الدره في غزه، لو تفتكر حضرتك الفتره دي واحنا في المدارس قامت وقام محمد فؤاد غنى وقام عمرو دياب غنى وكله والحلم العربي وبتاع. صحيح. الحكام العرب كانوا سايبين الشعوب نسبيا لان هم كانوا خايفين، هو ما كانش لسه متآمر. كانت الحكام العرب كان على الاقل يقدر يعمل كده على استحياء قمه عربيه، على الاقل كده نلم بعضنا على احنا يعني نشوف الليله ماشيه على ايه؟ ما يبقاش شكلنا وحش قدام شعوبنا. وكنا برضو في استعمار، بس استعمار باستراتيجية مختلفة شوية عن دلوقتي. اللي بيحصل دلوقتي هو تآمر مباشر، احنا مستعمرين بشكل مباشر. انا بشوف عربية الشرطة في الشارع قلبي بيقع في رجلي، رغم ان انا والله ما بشرب سيجارة، انا ما بشربش سيجارة. ايه اللي وصلني كمواطن ان انا اشوف عربية شرطة في الشارع اخاف اترعب ان هو ممكن ياخدني؟ انا مش عامل حاجة، انا اوريدي مش عامل حاجة.
راجل محترم جدا ومواطن عادي، بس انا مستعمر، ده جندي استعمار داخلي، هو مش هيجي لك بدبابه. وتعقيبا على كلام الاستاذ اللي حضرتك كنت بتكلمه اللي هو الاستاذ اسلام، استاذ عبد السلام عواد، استاذ عبد السلام، ان احنا في السنه دي اسرائيل ما حققتش حاجه، لا حققت، عملت بروفه، شافت ازاي ان الحكام العملاء بتاعهم قدروا يسيطروا على الشعوب، ما فيش حتى يعني مظاهره واحده طلعت، ما حدش طلع في الاعلام اتكلم نص كلمه على اليهود، ما فيش خمسه سته حتى اتجمعوا قالوا لا. يعني اختبار لمدى نجاح الحكومات في قمع الشعوب العربيه، ونجحوا الحكومات في القمع من طبعا وجهه نظرك. اشكرك يعني. لا ده بالعقل. شكرا ليك. خلينا نسمع برضه احمد بس من سوهاج المره دي. اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو عم، اهلا بيك. يا استاذ احمد، اهلا وسهلا. الله يخليك ويبارك فيك. تسلم يا رب. هي الناس ساكته يعني ليه؟ الناس ساكته على اللي بيحصل في لبنان ليه؟ صح؟ الناس بتتشمت ليه يا حاج احمد؟ مش عارف والله، ما عارفين يا استاذ احمد. احنا تعبنا، الشعوب كلها تعبت، والحكام دول خونه، كلهم خونه، لان لو مش خونه يعني لو سابوا الشعب، ولسه هنقول لك كذا مره، لو سابوا الشعب الناس هتقوم مره واحده، وما فيش حاجه اسمها دول. يعني 6 و7 مليون مش بني ادم، شويه 7 مليون ابتعد، فما يستاهلوش حاجه. وربنا سبحانه وتعالى يعني جعل في قلبهم الرعب. احنا لما نبغى عايزين نستشهد، واحنا نفسنا نجروا نستشهد، هم طبعا اكثر حاجه يكرهوها الموت، لان هم عارفين ان هنخش ان شاء الله نار جهنم. والحكام معاهم بفضل الله تعالى، ربنا ان شاء الله يحشرهم معاهم الحكام. شكرا يا حاج احمد، بشكرك. شكرا ليك. هاني من البحيره معانا. استاذ هاني، الدور على مين اذا كان خلاص الناس بتسيب غزه وبتسيب لبنان؟ هل اسرائيل هتقف لحد كده ولا هتكمل؟ هاني من البحيره معايا. استاذ هاني، طيب يبدو انه مش معايا، بس معانا ابو محمود من دمياط. ابو محمود اسمعني من التليفون بعد اذنك. الو. ايوه ابو محمود اتفضل. الو، انا سامعك. استاذ محمود معايا؟ محمود، استاذ احمد. استاذ احمد، لا اعتبره محمود. اتفضل يا ابو محمود، اهلا بيك. انت على الهوا، احنا سامعينك. ايوه الو يا ريس. طيب يا جماعه مش هينفع يا استاذ احمد. المشكله مش في العرب مين الدور على مين، الدور مش على مين، الدور دلوقتي هو اسرائيل دي ملهاش كبير. طب كمل كلامك عشان انت بتسمعنا من التلفزيون ومش هينفع يبقى في بيننا حوار يعني، فكمل كلامك مره واحده. طيب او وطي صوت التلفزيون. حاضر. طيب كمل كلامك يا سيدي. اسرائيل بتعمل اللي هي عايزاه. ايوه. وحقها. العرب هم اليهود بالفعل، الامارات هي ام اليهود نفسهم. اسرائيل بتعمل دورها وبتعمل اللي هي عايزاه وماشيه بنفس الخطه على عينك وكله شايف ومرأة ومسمع الناس. اسرائيل مش عارف الناس انا مش زعلان من اسرائيل والله. اسرائيل بتعمل اللي هي عايزاه، واوروبا واقفه جنبها وشيء كويس، وبيدعموها بالسلاح وبالفلوس، واحنا كعرب واقفين نتفرج. فوالله ده شيء كويس. الدور على مين مش هتفرق بقى، يعني سوريا، اليمن، مصر، هتفرق معانا؟ مش هتفرق كتير. الدور جاي، احنا واقفين نتفرج. ونشجع الزمالك ونشجع الاهلي. شكرا يا ابو محمود، ابو محمود بيقول لك كده الدور جاي، مش هتفرق بقى جاي على مين، قبل مين، المهم ان في دور وجاي. طيب، استاذة حنان من مصر معايا. استاذة حنان، تقدري يعني يبقى عندك تصور كده، هل تستطيع اسرائيل ان تقضي على حزب الله زي ما نتنياهو بيوعد شعبه؟
دي اوهام. السلام عليكم. عليكم السلام. دي اوهام نتنياهو في مخ نتنياهو. هو الراجل دوت مريض بجنون العظمه. هو عايز يعمل اي حاجه، يموت، يعمل بحيث ان هو يفضل على الكرسي زي ابن المجنونه اللي عندنا، عايز يقعد على الكرسي وخلاص. موت الدنيا كلها، هيروح امتى؟ بكره؟ ده مش فاكر، مش شاغل تفكيره. هو عايز يقتل هنا وخلاص. المهم يعني يقول لشعبه انا حاجه. كان في حاجه كده، بيت شعري كده ممكن اقوله لحضرتك؟ اه طبعا، اتفضلي يا فندم، اتفضلي يا فندم. من يشتري الاعراب مني والعروبه والعرب، من يشتريهم كلهم جمعا بحمل من حطب، من يشتري اشرافهم بحذاء طفل من رفح، من يشتري اسقانهم وله اذا شاء الشنب. شكرا لحضرتك. شكرا استاذ حنان، بشكرك جدا. هل يستطيع نتنياهو أن يفكك ويقضي على حزب الله؟ يعني أكيد لا. هل يستطيع أن يقضي على حماس؟ أكيد لا. ليه؟ تعال نشوف في حالة حزب الله، نشوف مع بعض شواهد بتخليك تشكك في الأمر ده، إن هو مش هيقدر يفكك حزب الله ولا يقضي عليه. بتكلم عن أيديولوجية ليها ناس عايشين، ملايين من البشر، و و و تعال نشوف مع بعض نقاط كده لازم نقف عندها. ايه الشواهد دي؟ اول شاهد، وده طبعا من مقال للدكتور سعيد الحاج، اول شاهد استمرار الحزب حتى الان رغم الضربات. يعني اغتاله حسن نصر الله وده ما اداش لانهيار الحزب، والحزب ما زال قادر لحد دلوقتي على الرد والتواجد الميداني. وادعاءات الاحتلال باضعاف القدرات الصاروخيه مبالغ فيها جدا، صواريخ حزب الله يا جماعه النهارده في تل ابيب. الشاهد الثاني، الحرب الجوية لا تحسم المعارك. يعني القصف الجوي الإسرائيلي مش هينهي المواجهة، ده قصف جوي. والاحتلال لحد النهاردة ما قدرش يرجع المستوطنين الإسرائيليين لمستوطنات الشمال زي ما وعد نتنياهو. والحرب البرية هتحصل، ودي هتطول أمد الصراع. وعلى ما يبدو من الشواهد إن الغلبة فيها والسيادة والإيد العليا هتكون لحزب الله، زي ما كانت قبل كده لما كان جيش أنطوان لحد ولما كان الجيش الإسرائيلي موجودين في جنوب لبنان بالفعل. الشاهد الثالث، صمود جبهة الإسناد ورفض الانفصال عن غزة. حزب الله بيرفض أنه ينفصل عن غزة كجبهة إسناد ليها، وقيادة حزب الله الجديدة مستمرة في دعم غزة. وده اللي قاله الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. الاحتلال بيستهدف الحزب لأنه رفض يفك الترابط بين جبهة لبنان وغزة، والحرب الإقليمية ربما تتصاعد ويبقى ليها أطراف تانية، ومنهم الطرف المهم وهو الجمهورية الإسلامية في إيران بمنتهى البساطة. طيب، هل يدفع تصعيد إسرائيل في المنطقة إيران للمعركة؟ النهاردة أمريكا بتقول أنهم رصدوا عبر الاستخبارات استعدادات إيرانية لقصفة صاروخية كبيرة على إسرائيل. هل خلاص إيران ما عندها بقى وشها في الحيط، ما عندهاش بقى ظهرها في الحيط، ما عندهاش مجال للمناورة؟ هل انتهى الصبر الاستراتيجي لدى إيران؟ هل إيران دلوقتي أصبحت سمعتها على المحك، خاصة إن مختصين في الشأن الإيراني بيقولوا إن إيران وضعها صعب، النظام الإيراني وضعه صعب، لأن في حالة من الغضب الشعبي، وضع الاقتصادي صعب، وفي انقسام شعبي، وفي حالة من الفرح لدى جزء من الشعب الإيراني باغتيال حسن نصر الله، لأن هم شايفين إن جزء من ثروتهم بيصرف على تسليح حزب الله. ولكن في جزء تاني من الشعب الإيراني شايف ان لابد من الثأر واستحضار التراث الشيعي، يا لثارات الحسين وعملية الثأر للمظلوم، دي من الأساسيات في التراث الشيعي. فهل ده هيكون حاصل ولا لا؟ يعني ده اللي ممكن نشوفه ونتابعه في الأيام اللي جاية. وعموما علشان نعرف الوضع في إيران، خلونا نرحب بالأستاذ سعيد شاوردي، وهو محلل سياسي مختص بالشأن الإيراني، معنا الآن من إيران. أهلا بيك أستاذ سعيد.
تحية طيبة لك أستاذ أحمد ولجميع المشاهدين، مرحبا. تحياتنا لك أستاذ سعيد. هل قررت إيران الدخول بالقوة العسكرية مساندة لحزب الله ثأرا لاغتيال إسماعيل هنية ومن بعده حسن نصر الله، أم أن الحديث عن دخول إيران إلى الحرب بعيد بعض الشيء؟ أستاذ أحمد، طبعا في قبل الهجوم الذي نفذته إيران في أبريل الماضي كان هناك من يتحدث عن أن إيران كلامها مجرد شعارات ولم ولن ترد على إسرائيل، ولكن عندما قررت بعد قصف قنصليتها في دمشق أن ترد على إسرائيل مباشرة، أعتقد يعني الجميع الذين شككوا في الكلام أو المواقف الإيرانية وكانوا يقولون متى يأتي هذا الزمن والمكان المناسب، غد يعني وصلوا إلى قناعة أن إيران عندما تقول أنها ستستهدف إسرائيل ستفعل ذلك بعدما رأوا الهجوم الذي نفذته بالطائرات والمسيرات. الآن أيضا نحن بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية سمعنا كلام واضح من قبل القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية وخاصة من قبل السيد الخامنائي، أكدوا أنهم سيأخذون ثأر الشهيد إسماعيل هنية وهم من سيرد على إسرائيل وليس حلفائهم. هذا الوعيد قد تأخر يعني شيئا ما، ولكن في حسابات العسكريين أنا أتصور أنه لم يحصل تأخير، يعني بسبب أنه الخطة العسكرية تختلف يعني على حسابات الناس. هناك عندما تريد أن تنفذ خطة عسكرية وردا عسكريا بحاجة ستكون إلى وقت وإلى دراسة وإلى معرفة الرد من قبل العدو وكيف يمكن أن ينجح الرد العسكري الذي أنت تريد أن تقوم به، فكل هذه الأمور تؤدي إلى تأخذ شيء من الوقت والزمن. فلذلك أنا أتصور يعني الذين يشككون أيضا هذه المرة بكلام إيران هم يعني لا ينظرون إلى القضية بشكل منطقي أو عقلاني، فإيران بكل تأكيد سترد على إسرائيل على جريمة اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران، هذا واضح. ولا أتصور أن يعني أنا باعتباري كمتابع للشأن الإيراني لا أتصور أن إيران ستتراجع عن هذا الوعد الذي قطعته على نفسها. ولكن سيد سعيد يعني اسمح لي سيد سعيد، يعني من يتحدث عن الدور الإيراني وأن التراجع الإيراني يستحضر ويستشهد بكلام السيد رئيس الجمهورية الإيرانية عندما ذكر أن أمريكا والغرب طلب منا أن لا نرد على اغتيال هنية ووعدونا بأن يكون هناك هدنة وأن يكون هناك وقف للقتال وهذا لم يحدث وخدعتنا أمريكا والغرب، فيقولون يعني ماذا إذا خدعت أمريكا والغرب النظام الإيراني مرة أخرى؟ لا أستاذ أحمد، يعني بكل يعني ثقة أقول لحضرتك حقيقة يعني في إيران قلة قليلة جدا هم الذين يثقون بالكلام الأمريكي، يعني قلة قليلة جدا، حتى من الإصلاحيين كان الإصلاحيون في فترة من الزمن أنهم متحمسين شيئا ما للوعود الأمريكية وأنه نستطيع من خلال المفاوضات وما بعرف آلية الحوار وكذا نستطيع نحل المشاكل وما سنرفع العقوبات عن إيران وهذا الكلام، ولكن هذا التحمس وهذا يعني الثقة التي أصبحت لدى فئة من الإصلاحيين قد انهارت بشكل كامل عندما انسحب ترامب في 2018 من الاتفاق النووي بشكل إحادي. اليوم لا أحد يثق حقيقة بكلام الأمريكيين ووعودهم، ولكن يعني الكلام الذي تحدث به مسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني الجديد قد يكون يعني أنت عندما كل العالم عجز، يعني الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية و يعني منظمة التعاون الإسلامي كل العالم وأوروبا عجزوا أن يوقفوا مجازر نتنياهو وإبادته بحق الشعب الفلسطيني في غزة
يمكن حاول الأمريكي يعني أن يمرر كلام أنه أنتم إذا لم تردوا على اغتيال إسماعيل هنية سنوقف الحرب والعدوان والإبادة الجماعية على غزة. يعني هذا كان ممتاز جدا أن نرى وقفا لحمام الدم في غزة إذا أعطينا الإسرائيلي يعني فترة أو أخرنا الرد، ولكن بيزشكيان لم يقول لهم، حتى لو صدقت يعني هذه الرواية التي يتحدث عنها الآن الأمريكي أنه تحدث بهذه اللغة مع بيزشكيان، حتى لو صدقنا هذه الرواية ولم تكن يعني كذبة كما الكثير من الكذب اللي سمعناه في السابق، فهذا ليس بمعنى أن إيران تراجعت عن الرد وقالت لهم لن أرد إذا ما أوقفت المجازر في غزة، ولكن قد يكون بمعنى أنه نؤخر الرد إلى وقت محدد، وإلا الرد فهو يجب أن يكون، وهذا ليس كلامي أنا أو ليس يعني قضية يمكن يعني نطرحها بهذه الطريقة، لأنه اختراق للأمن الوطني الإيراني والسيادة الإيرانية، وهذا معناه إذا لم ترد على هذه الجريمة الإسرائيلية فستشجع هذه مثل هذه الفرص إسرائيل في المستقبل على ارتكاب ممكن يعني جرائم أخرى على الأرض الإيرانية، فليس بوسع الرئيس أو وزير الخارجية أو أي شخص آخر يقرر عن الدولة الإيرانية بأكملها. الدولة الإيرانية تتشكل من الرئيس وقبل الرئيس من القائد الأعلى السياسي للبلاد والسيد علي الخامنائي، والرئيس والبرلمان والسلطة القضائية وأجهزة الأمن والحرس الثوري والجيش والكثير من المؤسسات الهامة، فكل هؤلاء يجتمعون عندما يريدون أن يقرروا حول قضية، ويصبح القرار يعني بعد معرفة كل آراء هذه الأطراف. فالرئيس حتى لو هو يريد أن يقول شيئا ليس بإمكانه لوحده أن ينفذ أو يعطي وعودا ما لم يتم الموافقة من قبل المؤسسة نعم. للدولة بأكملها. بذكر المؤسسات ومؤسسية الدولة الإيرانية، هل تعتقد أن الجبهة الداخلية في إيران مستعدة لقرار الدخول في حرب مباشرة مع إسرائيل؟ يعني أحيلك لكلام أحمد لاشين، وهو أستاذ الدراسات الإيرانية، قال إن الوضع داخل إيران لا يتحمل أن تتدخل أي تدخل من القوى العسكرية، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. هل الجبهة الداخلية الإيرانية مستعدة لدخول إيران أو اتخاذ قرار بدخول في حرب مباشرة مفتوحة مع إسرائيل؟ طبعا يعني الكلام يمكن أن يكون جزء منه صحيح وجزء آخر غير دقيق. أستاذ أحمد، تعرف حضرتك العقوبات المفروضة على إيران، وهي طبعا كما قال ترامب أنها العقوبات القصوى التي لم تفرض على أي شعب أو دولة يعني وبلد قبل إيران، يعني هذه العقوبات التي فرضها في 2018 وبعد ذلك، هي حقيقة عقوبات غير إنسانية وعقوبات خطيرة ومؤلمة. يعني أنت تم قطع الاتصال أو يعني البنوك والمصارف الإيرانية مش قادرة أن يكون لها تعامل تجاري واقتصادي مع العالم بسبب يعني منعها من استخدام أو قطع النظام المالي الدولي السويفت على إيران، وأصبحت إيران مش قادرة لا تستلم أموال من الخارج ولا أن تدفع أموال من الداخل، حتى عندما تريد أن تشتري أدوية لبعض الأدوية، يعني الأدوية هي بكمية كبيرة 97% تصنع داخليا ولكن 3% لبعض الأمراض خاصة الأمراض الصعبة تستوردها إيران من الخارج، فحتى عندما تريد أن تشتري هذه الأدوية هي تواجه مشكلة، يعني العقوبات صعبة جدا على إيران، ولكن هذا لم يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، واستطاعت إيران أن تجد حلولا للالتفاف على العقوبات الأمريكية وأن تصدر جزء من نفطها وأن تحصل على العملة الصعبة التي تحتاجها من أجل الميزانية ومن أجل
أن تستمر حياة المواطن، واستطاعت أن تتغلب شيئا فشيئا على هذه العقوبات الأمريكية والتي كما قلت هي غير إنسانية حقيقة. هذا أوجد مشاكل داخل إيران، نعم صحيح، ولكن عندما يكون هناك الأمن فأنت لا تستطيع أن تتحدث عن أنه أنا لدي مشاكل في الداخل فسأفرط في الأمن من بسبب أنه لدي مشاكل. يعني الأمن هو أساس كل شيء وفوق ولكن كل أستاذ شيء. سعيد يعني هذا الداخل لديه مشاكل، يعني قتل إسماعيل هنية بأسلحة متقدمة داخل طهران، داخل أو في مقر قريب من المجمع الرئاسي، في مقر تابع للحرس الثوري الإيراني. لا هو طبعا يعني هذه قضية أخرى يمكن أن نتحدث حول الكثير من الجزئيات أو التفاصيل التي تتعلق بهذه القضية. نعم هو حصلت هذه الجريمة الإرهابية، وهناك دراسة تامة لأنه كيف حصلت، وهناك تفاصيل جديدة حصلت عليه إيران. طبعا جزء من هذه التفاصيل تم نشره، وجزء يعني نعم. تتكتم عليه إيران. نعم نعود يعني للجبهة الداخلية والوضع الداخلي. نعم الوضع الداخلي، يعني أنا لا أتصور أن إيران لديها مشكلة، يعني كما يحاول البعض أن يرسم صورة عن إيران أن المشاكل الاقتصادية ستمنع إيران أن تدافع عن سيادتها وعن أمنها. لا هذا غير صحيح، يعني هناك خطط طبعا اقتصاد داخلي عملت عليه إيران، كل شيء متوفر، يعني أنت كل ما تحتاجه للمواطن هو متوفر يعني في الداخل، المواد الغذائية اكتفاء ذاتي تقريبا في كل المجالات الاستراتيجية والمهمة في المجال الغذائي، في مجال الطب، في مجال الطاقة، في مجالات. يعني إذن دون إسهاب أستاذ سعيد، متوفر في الداخل. الجبهة الإيرانية داخليا مستعدة لدخول إيران حرب مع إقليمية أو حرب مع إسرائيل. يعني المخابرات الأمريكية بتورد الآن أنها رصدت استعدادات حقيقية داخل إيران لشن هجمة صاروخية ربما تكون اليوم أو في الأيام القادمة على إسرائيل. هل تعتقد أن النظام الإيراني قرر المواجهة، قرر أن يسأر لحسن نصر الله وإسماعيل هنية، قرر أن يدخل بشكل مباشر إلى الحرب، أم أن يعني ما يفعله حزب الله وحماس وأنصار الله الحوثيين يكفي في هذه المرحلة؟ أستاذ أحمد، يعني لأوضح نقطة مهمة، يعني الذين يتصورون، يعني أنا لست من الذين يطلقون شعارات حقيقة عندما أتكلم، الذين يتكلمون عن أنه هناك عجز لدى إيران أو لدى حزب الله أو محور المقاومة الذي تقوده طبعا إيران، هم حقيقة لم يعرفوا التفاصيل أو يحاولوا يعني نشر التضليل أو نشر معلومات غير دقيقة حول هذا الكلام. إيران غادرة بكل تأكيد أن تدافع عن نفسها وليست إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها وصلت إلى قناعة تامة أنه من الأفضل أن لا ندخل في حرب مع إيران. يعني تعرف حضرتك كم مرة هددت واشنطن إيران عندما في المفاوضات النووية، وقالوا دائما كنا نسمع كلام في حال فشلت المفاوضات أو انهارت المفاوضات أو انسحبت إيران من الاتفاق النووي سنلجأ إلى الخيار العسكري. هذا ما سمعناه مرات عديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولحد الآن ولا أعتقد في المستقبل ستلجأ الولايات المتحدة إلى الخيار العسكري رغم انهيار المفاوضات وانسحاب كل الأطراف من الاتفاق. أستاذ سعيد، يعني نحن نستفهم ونستوضح منك، خاصة أن الآن رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي قوله أن الهجوم الإيراني المرتقب على إسرائيل قد يكون أكبر من الهجوم الذي شنته في إبريل الماضي. يعني بالمرة خليني أقول لك أن الآن إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن عن دوي انفجار في منطقة تل أبيب الكبرى، والمتحدث العسكري باسم أنصار الله يتحدث عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 سفن في مقابل السواحل اليمنية. إذن هناك تصاعد
في عمليات المقاومة محور المقاومة، ولكن أنا سؤالي هل تعتقد أن هذه الضربة التي تتحدث عنها أمريكا قائمة بالفعل، قد تكون اليوم أو غدا أو الأيام القادمة، هل تدخل إيران بزخم أكبر في المواجهة مع إسرائيل؟ يعني هذا قصدي من السؤال، ليس تشكيكا ولا إشادة. لا 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 أستاذ أحمد، أنا لأوضح الفكرة، أنا لم أشكك بسؤال حضرتك ولم أقصد يعني ما تفضلت به حضرتك، لا على الإطلاق. أنا أقول حول الإعلام الذي سمعناه خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية الذي يشكك في مواقف إيران تجاه حلفائها، تجاه حزب الله خاصة، من أن إيران تركت حزب الله في المعركة وحيدا ومثل هذا الكلام، هذا يعني أقصد ما نسمعه في الإعلام. نعم. الإسرائيلي والأمريكي والداعم للإسرائيلي الإعلام، وليس نعم. لم أقصد. إذن هل تدخل إيران بزخم أكثر؟ هل تقصف إيران مثلما قصفت في إبريل الماضي؟ والله أنا أتصور أن هذا وارد جدا، يعني نعم هذا وارد، وأن الرد قد يكون يعني أكبر بكثير من الهجوم السابق الذي نفذته إيران على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيران غادرة على فعل ذلك، يعني كما الآن يعرض على شاشتكم، يعني هنا عندما تستطيع حركة أنصار الله وهي حليفة لإيران، وعندما يستطيع حزب الله أن يقصف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، وتعجز الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل رغم الطبقات الدفاعية الكثيرة من التصدي لهذه الصواريخ، فبكل تأكيد يعني هذا واضح، مش محتاج إلى أي توضيح، أن إيران غادرة على فعل هذا بأضعاف مضاعفة. ولكن لبعض الاعتبارات، وأنت حضرتك سألت يعني هل القوة التي يمتلكها حزب الله هي كافية؟ نعم، إيران تشعر هكذا وحزب الله يشعر هكذا. حزب الله لا يشعر بأي ضعف بالرغم من الآلام التي للأسف يعني ما حدث خلال الأيام الماضية لحزب الله واستشهاد السيد حسن نصر الله، ولكن حزب الله يعني، وبما أن إيران هي التي يعني عاشت كل أيام حزب الله وهي تعرف حزب الله أكثر من الاستخبارات الغربية والموساد والسي آي اي وكل هؤلاء، تعرف ماذا يملك وماذا لديه. إيران الوحيدة في العالم الذي تعرف قدرات حزب الله، لذلك هي لا تشعر بأنه هناك عجز أو ضعف لدي حزب الله حتى هي تدخل مباشرة. أنا فقط أؤكد لحضرتك لجميع المشاهدين أن البعض يقلق أو قلق على حزب الله يعني ويقول يمكن أن ينهزم أمام إسرائيل، لا، الأمر ليس هكذا. أولا وأخيرا هو الاعتماد على يعني على النصرة الإلهية، هذه نقطة مهمة أولا وأخيرا. وبعد ذلك لو كانت إيران تشعر أقل شعور أو أصغر شعور بأن يمكن هناك خطر يهدد حزب الله، لم تتأخر ولا حتى ثانية في الدفاع عن حزب الله، ولكنها متأكدة من انتصاره بإذن الله على كل هذه الحملة وهذا الإعلام وهذا الكلام الزائف الذي نسمعه من نتنياهو أنه يستطيع أن يدمر حزب الله ويفعل بلبنان كما فعل في غزة. ليس الأمر هكذا، إن استطاع نتنياهو أن يفعل الجرائم في غزة فذلك بسبب أن غزة محاصرة للأسف من كل الدول اللي محيطة بها للأسف الشديد، أقول هذا. نعم. ولكن حزب الله ليس محاصر، حزب الله لديه حدود مع العراق، لديه حدود مع سوريا، وهؤلاء حلفاء شرفاء لم ولن يسمحوا ب يعني محاصرة لبنان وحزب الله كما للأسف حصل لأهلنا في غزة. فالإمدادات العسكرية وغير العسكرية مستمرة ولن تتوقف، ونتنياهو سيفشل عندما يقول أنه قلقه الأكبر اليوم هو قطع الطريق على وصول الإمدادات إلى حزب الله. أشكرك أستاذ سعيد شاوردي المحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني، كنت ضيف عزيز علينا عبر سكايب من إيران، تحياتي لك. ننتقل من إيران إلى القدس الشريف، وبيسعدني استضافة الدكتور محمد هلسة المختص بالشأن الإسرائيلي، ضيف معنا عبر الهاتف. دكتور محمد أهلا بك. حياكم الله، أسعد الله مساءكم مساء أستاذ. أهلا وسهلا دكتور محمد. النهاردة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أنفاق وأسلحة
نفس الأسلوب الذي تابعه العالم من قبل في الحديث عن مستشفى الشفا وعن تواجد قيادات حماس والأسرى. ما الذي يفعله المتحدث العسكري، ولماذا دوما يوجد هناك سبب للعدوان؟ وبالطبع ليست إسرائيل هي السبب والمسبب والحجة من الطرف الآخر دائما. نعم، لطالما عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على أن تزرع في وعي جمهورها وفي وعي العالم بأنها مهددة وبأنها تعيش خطرا وجوديا، وأن هنالك دائما من يريد إغراقها في البحر، وهذا بهدف تجنيد الدعم الداخلي وجر المجتمع الإسرائيلي خلفها، وبهدف أيضا هذا التباكي بهدف أن تجر أيضا وتستجدي عطف المجتمع الدولي ومساعدة المجتمع الدولي وإمدادات المجتمع الدولي الدائمة لها بالسلاح والمال والمواقف السياسية المغطية عليها. وربما تابعتم كيف أن الولايات المتحدة والغرب لطالما ردد شعار لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولذلك من الضروري لإسرائيل دائما أن تتباكى وأن تثبت للعالم عبر فبركات مختلفة بأنها تعيش هذا الخطر، هذا تسوقه لتطلق يدها للقتل، سياق أن تسوق شواهد على استخدام المنازل والمستشفيات وغيرها، هذا من أجل أنها حينما تذهب لقصف هذه المنشآت المدنية وتدميرها وسحق المدنيين تتصالح مع نفسها، وتريد من المجتمع الدولي أيضا أن يتصالح مع هذا الإجراء ومع هذا القتل، بحكم أن هذا الاستهداف ليس استهدافا لبنى مدنية بقدر ما هو استهداف لبنى عسكرية استخدمها أعداؤها للتمويه، واستخدم يعني المقاتلون من أعدائها البنى المدنية يعني كسواتر. نعم. وإسرائيل يعني تطرب على مثل هذا الكلام، وللأسف نجد في الغرب من يتساوق مع هذه الرواية، خاصة بأن يعني لها منظومة وماكينة إعلامية ولها لوبي ضخم ولها وتدفع الكثير من الأموال لنسج الفبركات والأكاذيب، والغرب بطبعه يعني يصدق مثل هذا الكلام نظرا لارتباطات ومصالح علاقات استعمارية اقتصادية ومصالح سياسية مختلفة مع هذه الدولة الاستعمارية التي تعتبر قلعة متقدمة للغرب، قاعدة متقدمة للغرب والمصالح الغربية، ولذلك يعني هذه كما تفضلتم استنساخ لذات الرواية التي نفذتها إسرائيل في داخل قطاع غزة، وبالتالي المشهد مفتوح الآن أمامنا وبإمكاننا أن نقدم مقاربات لما سيجري في لبنان كما حدث في داخل قطاع غزة، إطلاق يد الجيش الإسرائيلي وآلة التدمير والسحق الإسرائيلية بذريعة أن هذه المنازل وهذه المنشآت وهذه البناء كلها مستخدمة من قبل أعدائها لبناء تحصينات وتخزين أسلحة وغيرها من الضرائع والحدود. دكتور هلس، يعني تفاوض نتنياهو عن طريق غير مباشر مع إسماعيل هنية، وعندما عجز عن التوصل إلى اتفاق أو عن فرض إملاءات قتل إسماعيل هنية. تحدى نتنياهو حسن نصر الله بأنه سيعيد المستوطنين إلى مستوطنات الشمال، وعندما رفض حسن نصر الله وقال لن تستطيع أن تعيدهم ولن نكون غير جهة إسناد ووحدة الساحات متصلة بيننا وبين غزة، فاستطاع نتنياهو أن أو أراد نتنياهو أن يقتله فقتله، ولكن ما بين إسماعيل هنية وما بين حسن نصر الله لم يستطع نتنياهو حتى الآن إحراز أي نصر ملموس على الأرض، تدمير المنشآت وقتل القيادات. برأيك هل هذا ما يحتاجه المواطن الإسرائيلي المتعطش ربما إلى صورة نصر؟ هل هذا النصر في وجهة نظر الإسرائيليين سواء المتطرفين منهم أو غير المتطرفين؟ أولا علينا أن ندرك بأن دولة إسرائيل تعيش أو في ركن من أركان بقائها واستمرارها في هذا المحيط العربي تستظل في ظل ما لديها من فائض قوة، وبسبب غياب الشرعية التاريخية والشرعية الدينية والشرعية الأخلاقية لهذا الجسم الذي ولد في الخطيئة وما زالت الخطيئة وما زالت الشكوك تسود حول شرعية بقاء هذا الكيان في محيط عربي إسلامي مترامي، يلجأ الإسرائيلي فقط إلى منطق القوة لتثبيت هذا الكيان السياسي، والغرب أيضا الذي أوجد هذا الكيان علم أنه من الصعب أن يستمر هذا الكيان في محيط عربي مترامي إلا بمنطق القوة، أن تكون قوة إسرائيل
تغلب قوة كل القوى المحيطة بها، حتى ليس فقط خصومها إنما أيضا حلفائها في المنطقة. هذا كسر بعد 7 أكتوبر لما استطاعت مجموعات بسيطة جدا متسلحة بالإرادة وبالإيمان أن تكسر الجدران المختلفة التي فرضتها إسرائيل على نفسها، الجدران الأمنية والاستخبارية والجدران العسكرية، واستطاعت أن تمرر هيبة إسرائيل. وفكرة الردع الإسرائيلية التي تقوم أساسا على الردع بالمنع، بمعنى أن تمنع خصومها من التفكير في مهاجمتها، أيضا هذه سقطت. مع سقوط هذه النظرية لم يكن أمام إسرائيل إلا أن تمحو صورة الهزيمة من ذهن مواطنيها ومجتمعها، وأن تمحو صورة الانتصار من ذهن الفلسطيني والعرب التي تعززت بعد 7 أكتوبر عبر الأشلاء، أن تجعل أشلاء الفلسطينيين ولحمهم عبئا ثقيلا عليهم وعلى مقاومتهم، بحيث تتعزز هذه الصورة الجديدة في الوعي والنفسية الإسرائيلية، ويعني بحيث تردع فيها خصومها وأعدائها من التفكير في مهاجمتها مستقبلا. لذلك فكرة تحقيق الأهداف يعني صحيح أنها مهمة بالنسبة للإسرائيلي، لكن الأهم أن تبطش إسرائيل وأن تقتل إسرائيل وأن تستخدم من لديها من فائض قوة حتى يبقى في ذهن أعدائها أن هذا الذي سيحصل. وربما تذكرون بأنه في على امتداد المواجهة في غزة، لطالما ذكر الإسرائيلي لبنان ومقاومة في لبنان وحزب الله بأنه سيجري في لبنان ما جرى في غزة، ولطالما حسدوا بإعادة لبنان إلى العصر الحجري. هذا جزء من سردية تنسيجها إسرائيل، والمجتمع الإسرائيلي يتعاطى مع هذا الأمر بحكم أن المجتمع دائما كما قلنا يهز له بالتهديد الوجودي، يفزع بفكرة التهديد الوجودي وبأن الأعداء محيطون به، وأنه إن لم يتخذ خطوات استباقية وإن لم يدمر وإن لم يسحق فإن السحق سيكون مصيره. لاحظ اليوم الرواية التي نتجها الإعلام الإسرائيلي بأن حزب الله كان يحضر 7 أكتوبر شبيه بالذي جرى على قطاع غزة، ويفاخر الإسرائيلي بأنه استطاع أن يقطع طريقه وأنه استطاع أن يسيطر وعلى خرائط وعلى غيرها. هذا مهم جدا في وعي المواطن الإسرائيلي حتى يبقى المواطن الإسرائيلي مستنفر، وحتى يبقى المواطن الإسرائيلي مطمئن ومتصالح مع كل الأهداف التي تفعلها إسرائيل ومع مجمل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. لا يرمش المواطن الإسرائيلي تجاه كل الفضائع التي ترتكب. بالمناسبة الاحتجاجات التي تجري في الداخل الإسرائيلي ليس لها علاقة بما تفعل مكينة الاستعمار الإسرائيلية من قتل وتدمير. هذا يعني بالنسبة للإسرائيلي استحقاق مطلوب في إطار مواجهة الأعداء. الاحتجاجات الداخلية الإسرائيلية تتعلق بمصالح داخلية، بالأضرار الناتجة عن هذه الحرب، ولا علاقة لها بما يعني تفعله بحق المواطنين الفلسطينيين والعرب في إطار هذه الحرب. دكتور هلس، كان لك رأي من قبل سمعته منك أن نتنياهو يريد الحرب، يريد إطالة الوقت، ربما يأتي ترامب إلى البيت الأبيض وتتبدل يعني تتبدل الأوضاع ويصبح له أفضلية لدى الرئيس الأمريكي، ولكن هل المجتمع الإسرائيلي يعمى عن الخسائر التي تخسرها إسرائيل؟ الخسائر البشرية والخسائر المادية، خسائر في الهجرة العكسية، خسائر في الرؤية والسردية لدى الغرب والأوروبيين والعالم أجمع. هل المجتمع الإسرائيلي يعني يرضيه ما يعطيه له نتنياهو من وعود بالنصر وتحقيق الدولة الكبيرة المستقرة التي ستغير الشرق الأوسط، بينما الواقع أنهم يخسرون كل يوم وخسائر في أصعدة مختلفة؟ هذا سؤال كبير ومتشعب، لكني سأحاول أن أجيب على يعني عليه بشكل سريع. أولا فيما يتعلق بالأمريكي، يعني لا خلاف، واحدة من الثوابت في الإدارة الأمريكية في السياسة الأمريكية الخارجية هو إسرائيل، دعم إسرائيل. وربما لاحظتم أنه حتى في المناظرة الانتخابية بين ترامب وهاريس اختلفوا في كل الأشياء، لكنهم اتفقوا في ضرورة دعم إسرائيل وتنافسوا في ضرورة دعم إسرائيل، وما زالت إسرائيل في الداخل الأمريكي يشكل مادة دسمة يهاجم كل طرف فيها الآخر بدعوى أنه مقصر في حق إسرائيل. واليوم الذي يتحصل عليه نتنياهو في ظل الإدارة الأمريكية أعتقد أنه لم يكن يتحصل عليه في ظل إدارة جمهورية، هنالك غياب كامل للرغبة الأمريكية، للإرادة الأمريكية مسلوبة لمصلحة إسرائيل، ومستعدة الولايات المتحدة أن تحرق يعني أطرافها ومن رأسها حتى أخمص قدميها لمصلحة العيون الإسرائيلية. هذا ثابت في السياسة الأمريكية وبات يعني مسلم لدى كثير من المتابعين حتى من غير العرب، حتى من الجمهور الأمريكي الذي يحتج على سياسة الولايات المتحدة. فيما يخص قضية الخسائر، يعني يستطيع المجتمع الإسرائيلي
ان يبتلع وفق رؤيه نتنياهو ان يبتلع مجمل هذه الخساءات وتحديدا في النظام السياسي ان يتعايش معها اقتصاديا واجتماعيا في مقابل ان هنالك تهديد اوسع، ان هنالك تهديد الامن القومي الاسرائيلي. وربما هذه القضيه وهذا الوتر عزف عليه نتنياهو مع اهالي الاسرى حينما اتهمهم بالانانيه وبانهم يساريون وبانهم يفضلون مصلحتهم الشخصيه ومصلحه ابنائهم الشخصيه على مصلحه الامن القومي الاسرائيلي. واليوم الفلسفه التي يبنيها اليمين في قضيه استعاده الاسرى او اداره الظهر عن استعاده الاسرى ان حياه قطعه اسرائيليين ليست اهم من حياه المجتمع الاسرائيلي ومن امن القومي الاسرائيلي. لذلك توضع قضيه فداء الاسرى على الرف، ويحاول النظام السياسي في اسرائيل ان يسقطها عن جدول اعماله وان يسقطها عن جدول اعمال المجتمع الاسرائيلي. بالقياس بقيه القضايا ايضا توضع على الرف، لا رايه فوق الامنيه الاسرائيليه، القضايا الاجتماعيه، القضايا الاقتصاديه، القضايا الحياتيه، كلها مؤجله طالما ان هنالك تهديد يواجه هذا المجتمع الاسرائيلي. ونتذكر مساله اخيره، انه هذا الانفلات في ماكينه التدمير الاسرائيليه لم يكن ليحدث بهذه الصوره لو ان الذين تقاتلهم اسرائيل سواء في جبهه الضفه او في جبهه شمال فلسطين المحتله في قطاع غزه دفعوا اسرائيل اثمان لا تستطيع تحملها. يعتقد الاسرائيلي بانه مع كل هذه الاثمان التي جبتها المقاومه في داخل قطاع غزه وفي الضفه الغربيه والان تجريها في شمال فلسطين المحتله لا تصل الى درجه ان تهز النظام السياسي، ان تهز المجتمع الاسرائيلي وان تدفعه الى ان يعيد حساباته. حاله الاستعلاء والغرور والغطرسه تعمي المجتمع الاسرائيلي، فائض القوه تعمي المجتمع الاسرائيلي، فائض السكوت العربي يعمي المجتمع الاسرائيلي، فائض الخذلان العربي يعمي المجتمع الاسرائيلي، فائض الدعم الامريكي والتماهي مع الرغبات الاسرائيلي يعمي المجتمع الاسرائيلي. وبالتالي طالما انه المشهد مفتوح لتعمل اسرائيل قتلا وتدميرا دون ان تجني منها الاطراف التي تقاتلها ثمنا، ثمنا بشريا ماديا، يعني ثمن قاسي جدا يدفع هذا المجتمع الى التراجع، اعتقد ان هذه الماكينه ستمثل في البطش. وسيستطيع نتنياهو ان يخمد كل الخصوم. لاحظ بانه تحول من مدان ومن متهم منذ 7 اكتوبر الى بطل. اليوم استطلاعات الراي في الداخل الاسرائيلي تقدم نتنياهو حتى على الات خصومه، كانت رئيس المعسكر الوطني. وربما نتنياهو يراهن بانه يعني مش بس قادر على البقاء في الحياه السياسيه حتى نهايه ولايته، هو سيستطيع العوده الى الحياه السياسيه عبر يعني دكتور هلس الى داخل اسرائيل. دكتور هلس انا وقتي انتهى، ولكن عندي سؤال يعني يا ريت تجاوب عليه ولو حتى باختصار في جمل. هل تعتقد ان المنطقه ستذهب الى حرب اقليميه؟ هل تدخل ايران من وجهه نظرك في مواجهه مباشره لا عن طريق حزب الله ولا انصار الله، هل تدخل ايران على الاقل بعمليه قصف زي اللي حصلت في ابريل، ام ان الامر سينتهي عند الصبر الاستراتيجي؟ على الاقل وفق التقديرات الاسرائيليه هنالك مؤشرات على ان ايران تحضر للضربه، ربما في الساعه القادمه نشهد مثل هذه الضربه. السؤال هل تكون الضربه كما حدثت في المره الماضيه بحيث يعني يتجاوزها الطرفان ويعتبران القضيه خلف ظهريهما وتمضي الامور، اما ان الامور ذاهبه في هذه المره الى اكثر تعقيد والى اكثر تشابك بحيث تجر الاقليم وتجر المنطقه الى مواجهه. اعتقد ان هذا مرتبط بمقدره الاطراف التي تقاتل اسرائيل على كبح جناحها، على منع اندفاعها. ان استطاعت ان تمنع اندفاع اسرائيل اعتقد ان اسرائيل ستتراجع، لكن ان لم تستطع اعتقد ان شهوه اسرائيل الى الاستمرار في تحقيق اجندتها بتغيير استراتيجي في المنطقه وفق ما قاله نتنياهو، سحق حزب الله وتصفيه حساب معه، سحق النظام في ايران وتصفيه حساب معه ومع برنامج النووي. نتنياهو يعتقد ان الفرصه مواتيه، ان المناخات التي خلقتها حربه على غزه مواتيه، وبانه الوضع في الاقليم والوضع في العالم وتحديدا في الولايات المتحده هو الانسب بالنسبه لنتنياهو ليفرض ارادته الدوليه، ليفرض نفسه كسلطه مهيمنه وبصناعه وجه شرق اوسط جديد تكون فيه اسرائيل هي التي تقود والمهيمن. دكتور محمد هلس المختص بالشأن الإسرائيلي، أشكرك، كنت معنا من القدس الشريفة، ضيف عزيز علينا، تحياتي لك. أشكرك دكتور محمد، والشكر لحضراتكم لأن وقتنا انتهى. بشكر حضراتكم على المتابعة، إن شاء الله يتجدد معادنا بكرة الساعة 5 بتوقيت القاهرة عشان نفتح استديو صوت الناس لكل الناس. أشوفكم على خير، السلام عليكم.